طيب يبقى نكمل بقية شابتر 4، فده ده حاجة بسيطة فيه، مش جزء كبير. وشابتر 4 اوف اكيد كان بيتكلم في البداية على الفيزيكال لاير اللي هي أول طبعة عندنا في الـ OSI model، واتكلمنا فيها على الميديم. تمام، شفنا أول حاجة كانت الكوبر اللي هي النحاس، واتكلمنا على ثلاث أنواع بتوعه الكوأكسيال والـ UTP والـ STP. دخلنا بعد كده في الفايبر واتكلمنا على النوعين الأساسيين بتوعه السنجل مود والمالتي مود. واخيرا كنا ابتدينا المره اللي فاتت نتكلم فين في الوايرلس. تمام، ابتدينا يا دوبك خدنا اظن اول سلايد بس، قلنا الوايرلس فيها انواع كتير لكن كلهم بيشتركوا في يمكن اربع عيوب اساسيه بالنسبه لنا، واتكلمنا على كل واحد منهم. موضوع النطاق او الرينج بتاع الوايرلس اللي هي مساحه التغطيه بتاعت الشبكه، الموضوع الثاني بتاع السكيورتي بتاعت الشبكه، والموضوع الثالث بتاع الانترفيرنس او اللي هو ايه التداخل مع الشبكات الاخرى يمكن او مع اي حاجه ثانيه شغاله على نفس الايه الترددات بتاعتنا. وكان ايه النقطه الرابعه؟ نرجع سلايد لورا. والموضوع اللي هو شيرد ميديم او اللي هو في الاخر اكتشفنا ان احنا كلنا مشتركين فيه، وبالتالي ما معناه ان حد واحد فقط اللي يقدر يبعت في نفس الوقت مش اكتر من واحد. تمام؟ فزي ما قلنا المره دي هنكمل بقيه الكلام ده. دردشه بسيطه في الوايرلس، يعني الوايرلس هيبقى ليه في منهج اكتر من مره في الحقيقه. سلام الله وبركاته. هنشوفه تاني ان شاء الله في شابتر 11، احنا في شابتر كام؟ 4 دلوقتي. هنشوف تاني وايرلس في شابتر 11، هنشوف برضو بعد كده في شابتر كامل اسمه وايرلس. اوكي، ده بقى بندرس في وايرلس بالتفصيل، بس ده لسه قدام خالص موديول 3، لسه في موديول 1. يعني ما تاخدش الكلام دوت ان احنا كده عرفنا كل حاجه على الورق، لسه هنرجع له زي ما قلت اكتر من مره في المنهج. فهنا بيقول لك في ثلاثه وايرلس ستاندردز يمكن احنا المشهور بالنسبه لنا هو مين؟ الواي فاي. اوكي؟ دي الحاجه المشهوره اسمها واي فاي، كلنا بنستخدمها يمكن كل يوم، شبكات موجوده في كل حته. طبعا الاسم الثاني ليها الابراج علميا شويه الوايرلس لاب. اللاب طبعا بتاعتنا لو فاكرين تعريفنا هي مجموعه من الاجهزه المتصله مع بعض بشبكه في مكان واحد. نفس الكلام بالظبط بالنسبه للوايرلس، مجموعه من الاجهزه المتصله مع بعض في مكان واحد، بس بدل كابلات بنتكلم في ايه؟ في وايرلس. بيستخدم تكنولوجيا اسمها سيزما سي اي، لسه ما نعرفش ايه ديت، هنعرفها الشطر الجاي ان شاء الله. وزي ما قلنا الفكره بتاعته ان هو جهاز واحد فقط اللي بيبعت مش اكتر من جهاز. النوع الثاني من الوايرلس هو البلوتوث، واحنا كلنا عارفينه الاسم الرسمي برضه بتاعه حاجه اسمها وايرلس بان. تقول لي ايه بان ديت؟ ما خدناش بان، احنا خدنا لان وخدنا وان، صح؟ ايه البان ديت؟ دي حاجه ضعيفه جدا، اختصار لبيرسونال اريا. بيرسونال معناها شخص، تمام؟ او شخصي. فاذا قصدهم شبكه بتحيط بالشخص بس، لان انتوا لو ما حدش يعرف يعني البلوتوث ضعيف جدا، بقول لك يا جماعه احنا من متر ل 100 متر بس، 100 متر دي في الحلم. اوكي، انتوا عارفين هو طبعا بيبقى كام متر، بسيط جدا جدا، هو ده استخدام الايه؟ البلوتوث. اخر حاجه اسمها الواي ماكس، وبرضه الاسم الرسمي بتاعها 802.16، ده مش اسم هتقول لي ده رقم، بس هنعرف ان الارقام دي مهمه جدا دلوقتي. ودي بتستخدم حاجه طريقه معينه شبه الموبايلات في الحقيقه. ودي هندرسها ان شاء الله بس قدام خالص في الوان في اخر كلاس، هنيجي سيره الايه الواي ماكس ونكلمكم عليه. دي حاجه تكنولوجيا موجوده في مصر هنا مثلا، بتستخدم في شركات كتيره بتغطي مساحات ايه ضخمه كبيره. اذا اللي هنفوكس عليه هنا دلوقتي خلال الشابتر دوت نرجع تاني هو مين؟ الواي فاي. فتعالوا نشوف في السلايد الجايه هنركز على الواي فاي او الوايرلس لاب. طب انا عايز ابني وايرلس لاب، احنا خدنا اللاب عليه، قلنا اي حد فيكم يقدر ينزل يشتري شويه كام حاجه كده من جوه ويعمل لاب. هتجيب سويتش واربع كابلات هتوصل مثلا اربع اجهزه ببعض. تمام؟ طب لو انا عايز اعمل وايرلس لاب اعمل ايه؟ بدل السويتش هنروح نجيب جهاز تاني خالص اسمه ايه؟ اكسس بوينت. اسمه يا جماعه؟ اكسس بوينت. طبعا الاسم الكامل برضه بالنسبه له وايرلس اكسس بوينت، بس احنا يعني معظم الناس تقول اكسس بوينت بس بدون ايه؟ وايرلس. وحتى بنختصر اكتر من كده نقول اي بي، لا شايفين الاختصار كده؟ اي بي يعني ايه؟ اكسس بوينت. شكله زي اللي قدامكم ده كده. لو شفته قبل كده ده مثال ايه لاكسس بوينت. غالبا انت لو عندك واي فاي في البيت او في الشغل مش هيبقى في اكسس بوينت، لو انت حاجة مكان صغير شويه شغل صغير او بيت، امال هيبقى في ايه؟ هيبقى الراوتر جواه اكسس بوينت. فكده لما اتكلمنا على الجهاز اللي هو المعجزه اللي في اول الشابتر دوت، قلنا ان هو راوتر وسويتش واكسس بوينت. طيب جبت الاكسس بوينت وبعدين خلاص كده بقيت شبكه؟ لا، ما الاكسس بوينت دي ايه اللي هيتوصل بيها؟ محتاجين اجهزه تكون فيها كارتة نتورك وايرلس، بنسميها وايرلس نيك. فاكرين النيك بتاعتنا هي كارتة النتورك بتاعت الايثرنت اللي بيخش فيها كابل. لو خليتها وايرلس يبقى دي كارت نتورك ايه؟ وايرلس. تمام؟
دي موجوده طبعا زي ما انتوا عارفين في كل الايه اللابتوبس، اي حد معاه لابتوب في موجوده. موجوده في الايه غير اللابتوبس الموبايلات، تمام؟ لا موجوده جاهزه، موجوده اوريدي جاهزه في اللابتوبس كلها، في الموبايلات كلها، في التابلتس بتاعتنا كلها. صح، في ايه كارت نتورك وايرلس، طبعا ملهاش فتحه ملهاش كارت بيخش فيها، انت غالبا ما بتشوفهاش، انت مش عارف هي فين. يعني لو قلت لك اللابتوب ده طلع لي فين الاكسس بوينت سوري الوايرلس ديك، مش هتعرف تطلعها، هي موجوده كجزء كومبوننت جوه الجهاز. الحاجه المهمه فيها ان هي يكون ليها انتنه قوي. الوايرلس كله بيشتغل ازاي؟ انك بتلقط اشاره او بتبعت اشاره ليها علاقه بقوه الايه الانتنه بتاعك او الاريا زي ما احنا ايه بنسميه. فطب لو عندي كمبيوتر ديسك توب عادي عادي جدا ممكن تشتريه لو انت ايه وايرلس ديك، اوكي؟ ممكن تشتري كارتر نتورك وايرلس موجوده ككارتر يمكن تضاف للكمبيوتر داخليا لكن جوه الكمبيوتر نفسه، وموجوده برضه الاوبشن الثاني يو اس بي، تمام؟ انت توصلها يو اس بي وتبقى الكمبيوتر عندك ايه وايرلس. زي ما قلتلكم بعد الدردشه البسيطه ديت وقبل ما نخش وننهي الفيزيكال لاير، نشوف باكيت ريسر مهم جدا، لانه هناخد بقى كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها وبعض حاجات ثانيه اضافيه في الحقيقه ما قلناهاش قوي، وهنشوف ازاي كل انواع الكابلات او الميديا اللي موجوده فين في باكيت ريسر، تمام؟ زي ما تشوفي جايب لنا شبكه كبيره فيها مجموعه ضخمه من الاجهزه، في راوترات، في كيبل موديل، في راوتر بس وايرلس، كمبيوترز، برينتر، سويتش، سيرفر، كمبيوتر، وعايز نوصل كل ده ببعض، تمام؟ لعبه توصيل كده. هو ده الطريق بتاعنا باستخدام ايه؟ فاكرين هنا الكونكشنز ديت خدناش منها غير واحد فقط اللي هو اللون الازرق دوت اللي هو كارت الايه؟ الكونز اللي انا عملناه في اول باكيت تريسر، وانت عملته هنتعرف بقى على كل دول، تمام؟ النهارده ايه؟ هنشوفهم مع بعض. خلينا نفتح ايه؟ الاكتيفيتي وايه نشوفها مع بعض كده ايه بهذا الشكل. طبعا هنا عامل حاجه اسمها الادريسنج تيبل، ده مش مهم بالنسبه لنا في حاجه، احنا مش محتاجينه دلوقتي خالص، بس طبعا لو بصيت هتلاقي ايه الارقام دي فاكرينها؟ الاي بي ابس اللي احنا خدناها قبل كده اسمه الاي بي ابس، لكن مش هيهمني ان انا عايز هنا ايه الكونكتيفيتي، هتلاقي بارت 1 هنكونكت ذا كلاود، هنكونكت راوتر، هنكونكت بقيه الاجهزه، هنتاكد الاجهزه، يعني هو ده الموضوع بتاعنا كله ايه توصيل. طيب نبدا باول حاجه كونكت ذا كلاود تو راوتر زيرو. اولا ايه كلاود دي؟ كلاود يعني سحاب، تمام؟ انا رسمتها قدامكم كذا مره، صح؟ لما كنت برسم النت دايما على السبوره بقول هي دي النت، او جاي راسم رسمه زي دي كده، يعني دي شكلها حلو شويه، بس دي رسمه بتعبر عن انترنت مثلا، مش لازم تعبر عن انترنت، هي ممكن تعبر عن اي شبكه. فاهمين الفكره؟ فلما بقول انا هتصل بكلاود موجوده، تمام؟ يعني ايه؟ بتتصل باي حاجه. اي شبكه ممكن تقول عليها ايه كلاود. طيب هو هنا بيقول بيطلب مني اني اوصل راوتر زيرو بالكلاود، اوكي؟ بيقول لك دوس على الاورنج لايت اللي جواك عشان تفتح كونكشنز، وبعدين وصل راوتر زيرو فا 0 سلاش 0، ايه فا 0 سلاش 0 دي؟ اختصار لفاست ايثرنت 0 سلاش 0، ده اسم ورقم الفتحه. اكيد لما قلنا قبل كده ان كل حاجه شفتها اوريدي في السويتشات لما اشتغلت على باكيت تريسر، كان كل فتحه في السويتش ليها اسم وليها ايه؟ رقم. في حتى 26 فتحه فاكرين متقسمين 24 وايه؟ واثنين. فدي فتحه موجوده في الراوتر بتتوصل بمين؟ بالكلاود اي تي اتش 6 يعني ايثرنت اي 6. بيقول لك كلاود از ا تايب سويتش، يعني كلاود دي تصور كانها ايه؟ سويتش. فلما اوصل سويتش الراوتر بالمناسبه اللي احنا درسناها هي محتاج انهي نوع من انواع الكابلات؟ ها؟ انهي نوع من انواع الكابلات؟ تاني كده بقى لو نحاس ولا بقى يبقى بس لا نحاس، تمام؟ وبعد كده يو تي دي غالبا هو ده اللي موجود عندنا، محدش بيستخدم حاجه ثانيه، كوكس خلاص يعني اتلغى تقريبا، صح؟ فهي بنستخدم يو تي دي، كاب يو تي دي زي اللي موجود اللي انت بتستخدمه كل يوم، وكمان هيبقى بالتحديد اسمه ايه؟ ستريكت، صح؟ بس هو ده اللي عايزينه. طيب يبقى نروح هنا بقى للرسمه ونوصل فين بقى كاب الستريكت؟ هتلاقي تاني واحد على طول بعد الايكون بتاعتي الكونسول بس المتوقع عليه بيتكتب اسمه تحت، مكتوب ايه؟ كفر ستريت ثرو، نحاس وايه؟ ستريت ثرو. فلو دوست عليه كده ورحت دوست على راوتر 0 فا 0 سلاش 0 اللي قلنا عليها دي اهي فا 0 سلاش 0 ورحت وصلتها بالكلاود بي اي تي اتش او اللي هي ايثرنت اي 6، تمام؟ شايفين حتى رمز الفتحه مش ده شبه اللي هو الكونكتور اللي قلنا عليه الفتحه بتاعت راجل 5،
جميل جدا. شايفين نورت اخضر ازاي كده بهذا الشكل كده ايه اشتغلت عملنا اول كونكشن. شفت اول نمبر كان ده الايدان خط اسود لوجو في الرسمه اسود بيترسم بشكل خط اسود بس ده اللي هو الكابل ستريت ثرو. بعد كده عايز يوصل الكلاود بتاعتي نفس الكلاود بس المره دي بالكيبل موديل. لو فاكرين الكيبل قلنا ده ايه جبنا سيرته بسرعه قبل كده ان ده نوع من انواع الطريقه اللي بنوصل بيها نت وركس بس مش موجود في مصر موجود في امريكا بس تمام. وقلنا ان هو كيبل ده بيمشي عليه ايه اشاره تي في تلفزيون اللي في تلفزيون بيوصل لكل بيت في امريكا عن طريق النت اللي هو بالظبط زي الوصله بتاعتي. الوصله عباره عن ايه؟ واحد جايب طبق صح موصله بالديكودر مظبوط وبعد كده بيعمل ايه؟ بيوزع صح؟ بيطلع كابلات لمين؟ للناس ويمشيها كده على العماره ويوصل مثلا العماره بالكامل يوصل لهم ايه؟ الدش ده مظبوط؟ تصور انك عملت حاجه زي كده بس ده بيزنس مش بقى كابلات ماشيه على العماره بيزنس كبير ضخم تمام وبدل طبق اللي هو متر ولا مترين جايب طبق 100 متر ولا حاجه وبدل ما كابل ماشي في العمارات كابل ماشي في الارض مع كابلات الايه؟ الكهرباء والتليفون والمواسير كلها اللي ماشيه في الارض. حلو فموجود اصلا في البنيه التحتيه في امريكا كلها بتشتغل بهذا النظام دي طريقه بيتفرجوا بيها على التلفزيون. طب احنا ايه علاقتنا بالكلام ده كله؟ لما تشوف كيبل فكر ان هو تلفزيون. طب التلفزيون بيشتغل بقى كابل خدناه كوكسيال اللي هو كابل تلفزيون اسمه كابل تلفزيون تمام. لو مش حافظ اسمه كوكسيال اسمه ايه كابل تلفزيون ولا كده هنوصل الكلاود كوكس 7 اللي هو اتصال كوكسيال 7 بالمودم اللي هي ايه بورت 0 بقول لك اختار الكابل الصح. معنى كده ان انا لازم ابص هنا واشوف اي كابل هنا كواكس. طبعا بتعرف منين لو نسيت حتى شايفلوب ايه ومكتوب تحت ده مش هو كواكسل ولا ده كواكسل ولا ده كواكسل اهو شايفين لونه ازرق ده مكتوب عليه ايه تحت المطاف عليه كواكسل. فهدوس عليه كده واوصل الكيبل موديل دوت بورت زيرو لو ركزت برضه الفتحه دي هتلاقي انها الصوره الفتحه زي بتاعت التلفزيون او بتاعت الايه الدش اللي احنا متعودين عليها وتطلع هنا تروح في الكلاود برضه فتحه شبهها جدا اسمها كواكسل ايه 7 واضح؟ يبقى عملنا كده تاني نوع من الكابلات حلو جدا. بعد كده عايزين نوصل راوتر زيرو براوتر واحد والمره دي نشوف بقى حاجه مختلفه تماما حاجه اسمها سيريال كيبل. لما بنيجي نوصل ال 2 راوترز عندنا وبنوصلهم ببعض ب واب مش لان كنا بنرسمها ازاي؟ لو فاكرين هنصورها سريعا الخط الاحمر المعوج دوت كده بهذا الشكل صح؟ دي كان رسمناها هنا مش شفناها قبل كده الوان. طيب ده انا رسمتها على السبوره ازاي بقى ارسمها في ايه؟ في الباكيت تريسر. قال لك طيب احنا لسه كنا موصلين الراوتر من شويه مثلا بحاجه زي سويتش مظبوط؟ وقلنا ان كان في فتحه هنا اسمها فاست ايثرنت تمام 0/0 والكابل دوت كان نوعه اللي هو اسمه ايه؟ ستريت تمام ثرو وطبعا كابل اللي هو نحاس. طيب هنا بقى الفتحه دي والفتحه دي هيبقى اسمهم ايه؟ والكابل ده هيبقى اسمه ايه؟ فقال لك الفتحه هيبقى اسمها سيريال 0/0/0 وهنا برضو سيريال 0/0/0. ايه الفتحه دي؟ دي فتحه غريبه شويه اسمها سيريال بورت بتوصل فقط الايه؟ الوان. مش هندرسها دلوقتي خالص هندرسها في الاخر تماما. قلنا الوان ديت حاجه زي مثلا انا عايز اوصل فرع هنا مثلا في مصر الجديده فرع في المعادي. اوصله ازاي؟ هطلع كابل من هنا لمصر الجديده المعين؟ ينفع؟ ما ينفعش. امال بعمل ايه؟ بروح لناس بتوع شركات الاتصالات، ممكن اروح لمصريات اتصالات، ممكن اروح لفودافون، ممكن اروح لتي داتا، اي شركه من شركات الاتصالات، انا عايز اوصل الفرعين دول ببعض. هي دي ايه؟ الوان. هم هيجيبوا لك كابل بدون ما ندخل في تفاصيل، هيجي لك كابل كده لغايه هنا، يعني لو اتصورنا الراوتر معايا هنا هيجي لي كابل. طب وبعدين؟ هدخل الكابل ده في انهي انترفيس؟ اسمها ايه؟ سيريال 000 دي انترفيس تانية خالص غير الايثرنت بكابل تاني خالص انت ما شفتوش حاجه شكلها ايه مختلفه خالص عن اللي انت متعود عليه. واضح؟ يعني انا هوريك صورتها هنا سريعا عشان بس تبقى ايه شفتها. اوكي ادي الشكل بتاعها ده الفيو ايمج كده كبرناها شويه شايفين الطرف ده كده هو ده الايه الكابل السريع ده الطرف اللي هيخش فين في الراوتر عند حضرتك. ولو لقينا الصوره هنا للفتحه اللي في الراوتر نفسها اوكي مش هنصور ده الايست لاين
ده احد انواع احد حاجات اللي هي ممكن تستخدم في ليزر لايك. لو ديت الايه الوان صح اهو ده شكلها كويس جايب الاثنين جنب بعض اهو. هنتكلم الكلام ده اكتر ان شاء الله في شابتر 6 اللي هو بنتكلم فيه على الراوتر. لان انتوا فاكرين قلت لكم في شابتر 2 احنا اتكلمنا على ايه اللاب والسويتش، لكن في شابتر 6 هنركز على الراوتر. فادي الكاب الغريب اللي هو اللون الازرق، وادي دي كارته بتركب بتبقى موجوده فين؟ في الراوتر تمام؟ اللي هي الفتحه الغريبه شكلها عامله زي اسطول سمك القرش كده تمام؟ وبيركب فيها الكاب ده. الفتحه دي اسمها ايه؟ سيريال ورقم طبعا 0/0/0 ده مجرد ايه؟ رقم. بالمبنى ولا مثلا لا بمسافات بعيده مسافات بعيده بالظبط اسكندريه والقاهره مصر الجديده والمعادي تمام؟ اي مكان ما ينفعش انت تمد له كابل تمام؟ يعني لو مبنى ومبنى مثلا في ارض تبعك فيها صوت، لو انت عندك شركه اوكي وفي مصنع وجنبه مثلا مبنى اداري وجنبه مخزن وعايز توصلهم ببعض زي ما قلنا المره اللي فاتت هستخدم كابلات فايبر وانا حر نص كيلو كيلو ما بينهم في المساحه بتاعتي زي ما انا عايز، مش هستخدم الكابلات دي خالص. يبقى فايبر هيبقى ايثرنت عالي جدا بس بدل الكابل ده ما هيبقى نحاس هيبقى كابل ايه؟ فايبر. لكن ده احنا بنتكلم في مسافات بعيده جدا خارج نطاقه، يعني في حتت في اماكن في الارض ما ينفعش تحفر في اي حته في الارض ولا ايه؟ ينفع اطلع بره هنا في الشارع عايز كده واحفر وما بين ده اعمل اللي انا عايزه؟ ممنوع. فاي حاجه ما تقدرش تحفر فيها لازم تروح لشركه اتصالات هي اللي تظبط لك هذا الموضوع. طيب ولو عايز اوصل فرع هنا فرع في ايطاليا مثلا؟ نفس الكلام نفس الحاجه، تحتاج نفس الحاجه بس طبعا في تفاصيل اكتر من كل الكلام ده له تفاصيل. اوكي احنا هندرس بالظبط لو عايز توصل فروعك في مصر هتعمل ايه؟ عايز توصل فرعك هنا فرعك في اوروبا في امريكا هتعمل ايه؟ ده له اختيارات وده له اختيارات ثانيه خالص. بس كل ده في الاخر خالص اخر حاجه بندرسها، يعني بعد ما اخلص الراوتنج كله وبعد ما اخلص السويتشنج كله هندرس ايه؟ دي بتبقى في اخر جزء كده في اخر اربع او خمس محاضرات في المنهج. تمام؟ لكن انت محتاج تعرفه دلوقتي الفتحه نفسها اسمها سيريال والكابل برضه اسمه ايه؟ سيريال. الكابل نفسه اسمه ايه؟ سيريال. وهتلاحظ لما نخش دلوقتي بقى على الباكيت تريسر ونبص على الكابل دوت هتلاقي فيه نوعين منه. في حاجه اسمها سيريال دي سي اي وفي حاجه اسمها سيريال دي تي اي. اوكي ايه القصه بتاعه الاثنين دول؟ ما تفرقش معايا تمام. يعني الكابل ده هو نفسه الكابل ده بس الطرف بينهم طرف اسمه دي سي اي وطرف تاني اسمه دي تي. يعني نرجع للصوره اللي هنا تاني اهو شايفين كده دول طرفين صح هتوصلوا بيهم راوترين. طيب واحد منهم الطرف بنسميه دي سي اي والتاني بنسميه ايه؟ دي تي. طب اوصل اجي في اجي ما تفرقش دي الحلاوه دي القصه. يعني انا معايا كابلين اهو طرفين اقول لك لا لازم تمسك ده وتوصله في الراوتر دوت. لا لو وصلت هنا الدي سي اي وهنا الدي تي اي اوكي. طب عايز تعكس عايز ده يبقى دي سي اي وده دي تي اي برضه اوكي. طب يعني ايه بقى دي سي اي ودي تي اي اللي احنا عمالين نقولهم دول؟ مش هنتكلم عنهم دلوقتي خالص اوكي. برضه في ايه في الاخر خالص لما نيجي نوصل الحته بتاعت الواي واضح؟ فاذا مش هيفرق بالنسبه لي لما تبص دلوقتي على انواع الكابلات وتدور على ده تلاقي في منهم اثنين موجودين مش هتفرق تختار اي واحد وتدخله هما نفس الكابل بس دول طرفين مش متفتكرش ده هو عين كابل ده كابل واحد بس ده اسم الطرف وده اسم الايه؟ الطرف الثاني بتاعه. واضح القصه؟ هم فاضيين عشان يكتبوا اسم واسم بقى لهم؟ لا طبعا انا بقول لك في قصه وراها كتير اه قصه كبيره هدف اه طبعا مش كده انا بقول لك مش هتفرق مش معنى انها مش هتفرق انها ايه؟ مش مهم. يبقى نرجع للباكيت تريسر نشوف بقى فين الكلام دوت. هو اللي وصل الراوترين دول للكابل السريال. فلو نزلت تحت وقعدت تبص كده تلاقي في كابلين شبه بعض بالظبط بفرق ان في واحد عليه ساعه رمز ساعه كده والخط الاحمر ده اظن احنا ايه ابتدينا نفهمه دلوقتي اللي هو الوان. هو هتقف على ده مكتوب عليه ايه؟ سيريال دي سي اي والتاني ايه؟ سيريال دي تي زي ما قلت وات ايفر اختار اي واحد انت عايز فيه معايا دي حاجه اي واحد منهم هيشتغل دوس على ده وبعدين هنروح للراوتر لازم تختار واحده من ايه بالسيريال. هو قال لنا سيريال ثلاث اصفار ديت وندوس على الراوتر الثاني برده سيريال هنا صفرين مش هتفرق ده مجرد رقم المهم ان هي الفتحه ايه؟ السيريال. اوكي اشتغل طب لو كنت اخترت الثاني مفيش اي مشكله خالص مش عارف هيسمح لي ان انا امسح هنا اهو بيمسح اختار الثاني دي سي اي سيريال 000 سيريال 00 اشتغل. ونكمل ده هو اخر عندنا بالنسبه لنا معناه ان هو ايه؟ اشتغل فيه يعني كهرباء ماشيه. طب انا بوصل الكابل ده بين الراوترين في نفس الشبكه؟ في نفس الشبكه بمعنى ان هم تبع نفس الشركه مش في نفس المكان. احنا بنستخدم بص يعني ايه ده لسه هندرس بالتفصيل. الحياه العمليه الراوتر ده هيبقى في اسكندريه وده في القاهره صح كده؟ ده في ايطاليا وده في اليونان ما تفرقش. لكن احنا بالنسبه لنا هنا لما نيجي نشغل في راوترين هنا موجودين لو حد عايز يشوف الكلام ده راوترين تحت البروجيكتور هنا. لما نيجي نشغل انا ما عنديش راوتر هنا وراوتر في امريكا هوصلهم لك احنا هنشتغل هنا في لاب نيجي نشتغل عملي هوصلهم ببعض بايه؟ من المتعمل اهو شايفينه ده؟ واحنا ده عاملينه ليه؟ تمام هو
هو ده هيوصل ما بين امريكا ومش هيوصل ده هنا بس ده لينا احنا في البيئه بتاعه اللاب نشوف لما نيجي نشتغل عملي ان شاء الله هو ده اللي احنا ايه بنستخدمه واضح بس بنقطه اه نقطه طيب يبقى وصلنا كده هنرجع للاكتيفيتي تاني ونشوف الخطوه اللي بعد كده بيقول يوصل راوتر 0 تو نت اكاد دوت بي كي اي ايه ده طبعا دول ايه بتاع غريب ده جهاز هو مسميه كده نت اكاد دوت بي كي اي ده سيرفر ده ايه سيرفر فعايز اوصل راوتر 0 بالايه بالسيرفر ده جميل جدا وعايز اوصل اف 0 سلاش 1 بيقول لك خلي بالك وكمان يعني هو حللها لك انا كنت عايز اسالك فيها بس هو حللها هنا الراوترز والكمبيوتر بيستخدموا نفس الاطراف عشان يرسلوا وبالتالي لو وصلت ما بينهم كابل ستريت هيخبطوا في ايه في بعض يبقى لازم اوصل كابل ايه؟ كروس بالظبط. فين بقى كابل كروس الرسمة؟ تمام نرجع وندور عليه كده اوكي شفنا ده الكونسول من اول مره شفنا السترينجز اللي هو وصلناه اللي هو الكابل الاسود دوت موجود معانا وبعد ده هتستخدمه بعد كده 95% من الوقت من كل الكابلات اللي متعرف عليها ده هو ده اللي هتستخدمه اللي هو ايه؟ السترينجز ده 10 واحد لكن اللي بعديها على طول هتلاقي اسمه ايه؟ كابر كروس اوفر كابر نحاس وكروس اوفر وعشان يميز على التاني بنفس اللون الاسود لكن وصلوا هنا فاصل صليت وهنا برضه في فاصل صليت بتلاقيه ازاي شكله متقطع كده ازاي ده معناه ان هو ده ايه كوس عشان في حاجه بس في تاني معلش الكابل السيريال ده بيوصل فتحه يعني طرف في الراوتر والطرف الثاني يوصله فين في الكهرباء ولا في بقول لك في كابل هيجي لك من شركه المويه الشركه اللي مديها لك الكابل ده هيجي لك لغايه عندك انت هتدخله ايه بقى تفاصيل الكابل ده جاي منين ورايح فين مثلا عايز تعرف تفصيله زياده جاي من كابلين من بوكس التليفون الكابل اللي هيجي لك ده جاي لك من البوكس بتاع التليفون ده في مصر هنا اشهر حاجه تمام لكن التفاصيل بتاعته لسه قدامك يبقى ده كده الكابل الايه الكروس يبقى شفنا لغايه دلوقتي الستريت شفنا الكابل الكواكسل بتاع التلفزيون كابل التلفزيون عادي جدا وشفنا الكابل السيريال وطبعا اخر حاجه ايه الكروس طيب تعالى نشوف اللي بعده بعد كده بيقول لي وصل راوتر زيرو للكونفجريشن تيرمينال معنى كده واضح من اسمها ومسميها كونفجريشن تيرمينال عايز اوصلها بالراوتر دي عشان اعمل منها كونفجريشن يبقى المفروض اوصلها بعدين كابل الكونسول صح دي اول حاجه اتعلمناها اول كابل خدناها اهو الكونسول هندوس هنا فاكرين ار اس 2 3 دي الغريبه ديت اللي هي الفتحه السريال وتدوس هنا هنختار ايه الكونسول تمام كده وصلتها لما عملت الدايره السوداء دي كده ايه اتوصلت صح تمام طيب نشوف الكابل اللي بعده كونكت راوتر 1 تو سويتش عايز راوتر 1 1 سلاش 0 ب 0 سلاش 1 اوكي اي سبنت عادي يعني راوتر 1 بالسويتش دوت نجيب كده كوبر ستريت مش راوتر بس سويتش بكوبر ستريت شو صح ويقول لي 1 سلاش 0 طلع ذا كيبل كانوت بي كونكتد تو ذات بورت فاكر لسه بيطلع لك ايرور بيقول لك الكابل اللي انا اخترته اللي هو ستريت ما ينفعش يتوصل في حد قال كروس على اختار كروس ووصله ذا كيبل كانوت بي طلع لا ستريت ولا كروس ايه الكابل الغريب دوت لو بصيت ثانيه ممكن تفهم بص على الصورة تمام اللي موجودة هنا جنب الكابل دوت تلاقي صورة غريبة كده عبارة عن دايرتين فايبر أكيد دايرتين ليه؟ إيه عندنا الحاجة اللي فيها اتنين كونكتر مش كونكتر واحد مش كابل واحد اللي يخش كابلين يبقى أصدر إن أنت عايز توصل كابل إيه؟ فايبر مش عايز نحاس فطبعا مش هينفع لا الكابل ستريت ولا الكابل كروس أوفر هنلاقي اللي بعديه وبقى طول اللون البرتقالي ده اسمه إيه؟ فايبر وهتروح هنا هيشتغل لو مش هيطلع لك رساله ايرور وتروح للسويتش برضه عنده فتحه فايبر مفيش غيرها موجوده هنا مش عارف دور اخضر كده والناحيه الثانيه لو لو تقال دلوقتي بس هتلاحظ كمان شويه هتقلب لونها اخضر معناها ان هو ايه اشتغل صح يبقى ده كان ايه الفايبر تعرفنا عليه برضه بعد كده عايز يوصل الكيبل بودي بالوايرلس راوتر اوكي تعال نشوف الكيبل بودي وادي الوايرلس راوتر اعتقد البودي بالراوتر هيتوصل بقى لي كام لا ما كنت واحد يعني كروس كروس يعني نحاس دول نحاس على هذا نحاس كروس او ايه الاختيار الثاني يا كروس ايه لان هو بايس عليا ان هو خايبه اوكي تعال نشوف لو مثلا اخترنا كروس كده ودوسنا هيبان بشكل الفتحه شكل الفتحه دي ايه؟ دي اللي هي الار جي 45 يبقى فاضل الاختيار يا ترى هل هو كروس ولا ايه؟ ولا ستريت تمام؟ ما جبناش سيرة احنا كيبل بودر ده لما تيجي توصله او بودر صح؟ ما جاش من ضمن الاجهزه اللي في الكلام. سويتش يعني مش يعتبر سويتش انا اقول لك حاجه ابسط من كده بكتير اي حاجه ما تعرفهاش توصل ايه؟ الستريت يعني انت حاجه غريبه ما تعرفهاش يبقى تشتغل ستريت ففعلا لو جربت هنا كده ستريت بورت واحد هنا
بفتحه هي مخصوصه اسمها انترنت، ده اللي بيوصله للانترنت في الحقيقه. مفيش اي مشاكل خالص. اوكي؟ طيب يشوف ايه اللي بعده، خلاص قرب ده، وصل الوايرلس راوتر تو ذا فاميلي بي سي. اوكي جميل جدا، فاميلي بي سي اهو والوايرلس راوتر اهو. اكيد كان رحاس، بس يا ترى ستريت ولا كروس؟ كروس عشان هما نفس ال كروس عشان ده راوتر وده كمبيوتر صح؟ لا ليه؟ ما ده الجهاز المعجزه اللي قلنا عليه اللي هو عباره اه اسمه وايرلس راوتر، بس لو فتحته كده وبصيت عليه ده زي اللي عندك في البيت اللي هو فيه اربع فتحات، الاربع فتحات دول ايه؟ سويتش لوحدهم. اكيد؟ ده سويتش وراوتر واكسس بوينت ومودم، وطلع راجل خطير كده فيها اجهزه كتير. يعني الجهاز ده مش راوتر؟ راوتر، بس ده واحد من الوظائف بتاعته. الفتحه ديت الاربع فتحات بالتحديد مش فتحه واحده، الاربع فتحات دول كارتد سويتش لوحدهم. محطوطين جوه الراوتر. فاهم الفكره؟ عارف لما تيجي تجمع كذا حاجه مع بعض كده زي ما قلنا المثال بتاع البرنتر والسكانر والمكان التصوير. هو ده. فلذلك الاربع فتحات دول بيشتغلوا كانهم سويتش. يبقى لما تيجي توصل سويتش للكمبيوتر يبقى توصل كابل ايه؟ ستريت. طب احنا كده ده اذا كان راوتر او سويتش اهو. انا بقول لك اهو لو ده كده فتحته وبصيت عليه بقى راوتر سيسكو. اوكي؟ الفتحات اللي موجوده فيه ايه؟ ايثرنت اللي موجوده فيه فتحات بتاعت راوتر. تمام؟ لكن ده مش راوتر سيسكو خالص، ده راوتر بتاع البيت اللي هو بيتحط في البيت عندك اللي هو كده بهذا الشكل، ده راوتر سمول اللي هو سوهو بهذه الطريقه. راوتر سيسكو مش هتلاقيه بيشتغل فيه سويتش. طيب اذا هنوصل كابل ستريت فاصل ايثرنت لفتحه ايثرنت واحد شويه برضه في فتحه لون اخضر فتحه لون تاني وايه وهيشتغل. فاضل كده يعني ايه الرسمه كلها تقريبا اتوصلت. صح؟ ولاحظ طبعا ان من اول ما اشتغلنا في العيال ما وصلتش اي حاجه، بس الهوم بي سي والهوم برنتر طالع منهم خطوط كده رايحه للوايرلس معمول دول داخلين ايه؟ وايرلس. انا ما وصلتش ولا عملت اي حاجه، دي مش كاملات ولا انت في حاجه تقدر تعملها، هو ايه؟ اتوصلوا واشتغلوا لوحدهم ودخلوا على الوايرلس نتورك. تمام؟ طيب لما كنا شفنا كل انواع الكابلات تعال نبص عليه تحت تاني كده. اول حاجه ده مش نوع كابل، ده بيقول لك اوتوماتيكلي تشوز كونكشن تايب، يعني ده لوحده هيختار لك نوع كونكشن، هتيجي توصل راوتر بسويتش هو راح بيوصل كابل ستريت، تيجي توصل راوتر براوتر يوصل كابل كروس بس. تمام؟ فده معمول عشان يساعدك، بس طبعا احنا مش محتاجين دلوقتي خلاص، احنا كلنا بقينا ايه فاهمين. فيجي بعد كده الكابل الكونسول تمام استخدمناه اهو، يجي بعد كده الكابل الستريت والكروس، ودول طبعا اشهر حاجه واكثر حاجه هنستخدمها، الستريت اكثر بكثير طبعا. الكابل الستريت هو الحاجه اللي اشهر استخداما، وبعدين الكابل كروس، بعد كده في كابل فايبر. ده ما استخدمهوش على فكره، بس ده كابل التليفون، ده كابل التليفون عادي زي كابلات التليفون اللي عندنا الارضي في البيت. بعد كده في كابل كوأكسيال اللي استخدمناه اللي هو كابل التلفزيون. في كابلين سيريال قلنا ان هم زي بعض بالنسبه لنا ما يفرقوش عن بعض خالص. واخيرا في كابل اللي كده اسمه ايه؟ اوكتل او الكابل السوماري، وده ملوش استخدام بالنسبه لنا خالص. ده مش حاجه موجوده او مستخدمه. فاذا بالنسبه لنا ادي ايه انواع الكيبلز المختلفه الموجوده فين في كابل كيبلز. زي ما قلت لكم 95% من الوقت لو هتوصل حاجه هتوصلها بكابل ايه؟ ستريت. الباقي الوقت ممكن كابل كروس. تمام؟ يبقى تعالى نشوف كده لو طالب مننا حاجه ثانيه من الاكتيفيتي بيقول لك تست ذا كونكشنز. ازاي تست كونكشنز؟ بيقول لك اعمل بينج. فاكرين البينج؟ نقدر نعمل بينج. تعالى نشوف بيقول لك من الفاميلي بي سي اعمل بينج على لتاكاد دوت بي كي اي. فهنروح للفاميلي بي سي بص فين؟ لتاكاد ده فين؟ ده هنا. بعد كده لازم يمشي كل ده كده عشان يوصل مين للسيرفر. الشبكه لازم تكون كلها شغاله مش كابلات بس في الحقيقه. فتعالى نشوف لو فتحنا الفاميلي بي سي. فتحنا الفاميلي بي سي ونروح على الديسك توب وعلى كوبر برومبت ونعمل بينج على هو ما ادانيش رقم ده. تعالى نجرب كده بينج بالاسم لتاكاد دوت بي كي اي. مش فاكرين احنا بدنا نعمل بينج بالاسم؟ جربنا قبل كده عملنا بينج على ياهو دوت كوم. تمام؟ وهنا عملت بينج كتبت ايه الاسم. هو المفروض دلوقتي يحاول ياخد الاسم ده ويترجمه الى رقم، لان مفيش حاجه اسمها اسم بالنسبه للكمبيوتر، المفروض يترجمه الى ايه؟ اي بي ادريس. لكن طبعا زي ما شايفين واضح ان هو ايه ما دام اتاخر طول او كده ان هو هيفشل، فهوقفه هدوس كنترول سي. وفي الحقيقه هو قايل لك اعمل لهم بينج، عشان كده بقى انت محتاج الجدول اللي فوق. اكيد الجدول اللي كان فيه ارقام قلت لك احنا مش محتاجينه في حاجه، لا احنا محتاجينه اهو. فين نتاكاد دوت بي كي اي اهو، فين الرقم بتاعه اهو 10 0 0 2 5 4. يبقى
نروح هنا تاني ونقول له بيج تاني و 10.0.0.254 وندوس انتر. اوكي جميل جدا كبروا كده صح؟ في كونكتيفيتي ولا لا؟ في كونكتيفيتي كمان بتاعت كده المفروض كلها شغاله وكله تمام. عايزنا نعمل بيج تاني من لا ده نفتح بقى المره دي نفتح الويب براوزر واستخدم الادرس ده http://netaccount.pka. اوكي تعالى نجرب ذلك الويب براوزر هنا ونفتح كده اهو http://. وبعدين نكتب netaccount.pka تمام. اول مره نفتح الويب براوزر ونشوفه شايفين الويب براوزر طلع لك ايه؟ ماي فيفرت بيج مكتوب كلمه بس كده دي كانها صفحه الانترنت اللي موجوده فين؟ على السيرفر هناك. فاذا كنت بتلف كده شغال تمام البيج شغال وكمان فتحت صفحه نفس الكلام اللي بقول لك ممكن تعمل بيج على السويتش للبي سي تي اوبن وتقول له تستخدم تشوف الكونفجريشن تخش نعمل كونفجر تيرمينال او تشوف الحاجه بتاعت الراوتر نفسه يعني هنا لو عايز تست الاول تست ازاي؟ فدي نروح تست تيرمينال ونقول له اوكي صح دخلت دلوقتي فين؟ على المؤشر بتاع الراوتر بتاعنا فاذا دوت برضه الكاب دوت شغال. ايه تاني ممكن اعمله؟ بس هنا بقى بيقول لك اوكي اكزامبل ذا فيزيكال توبولوجي. فالفيزيكال توبولوجي لو فاكرين احنا كنا بنشتغل لوجيكال لو بصت ورا كده بيفتح لك ايه؟ الفيزيكال توبولوجي وتلاقي في حاجه اسمها الهوب سيتي بيقول لك دوس على الهوب سيتي تمام؟ شايفين بقى الرسمه بتاعتنا موجوده ازاي؟ في هنا سكندري نتورك برايمري نتورك كلاود هوب نتورك يعني فتحت الهوب نتورك اللي هي بصيت عليها قال لي فاميلي بي سي وقال لي الهوب بي سي خلينا نعمل كده عشان تشوفوها شايفين ادي برينتر ادي كيبل فوليوم ادي وايرلس راوتر او الاجهزه موجوده بس محطوطين كده زي على ترابيزات زي ما انتم شايفين وايه متوصلين ببعض يعني ده طبعا متوصل بكاب شايفين اهو الكابل دوت ماشي وداخل فين في الاخر في الكيبل فوليوم ده الكابل اللي احنا موصلينه والكابل اللي طالع من الكيبل فوليوم دوت لو رجعنا باك ورا هو ده اللي رايح فين للكلاود وبعد كده رايح على البرايمري نتورك اللي هي فتحتها دي هتلاقي فيها راوتر زيرو وادي كونفجريشن تيرمينال والكابل اللي طالع منها وادي السيرفر اللي موجود تمام. فزي ما قلت احنا عندنا لما بنفتح الايه الفيزيكال توبولوجي دي بس نظره سريعه ليها اهو الاجهزه بتاعتنا. يبقى باكج يوزر ده فايدته ان احنا شفنا انواع الكلمات المختلفه اللي موجوده اللي احنا لسه متكلمين عنهم دلوقتي او يعني المره اللي فاتت ولا قبلها كلهم كلمات النحاس والفايبر وطبعا الوايس مفيش ده شيء حاجه. اي مشاكل؟ تمام. كيبل مود كيبل مود شو المفروض زي السويتش سند وريسيف يعني بص الجهاز المودم بيعتبر فيزيكال لاير ديفايس مش زي السويتش السويتش ده بيعتبر لاير 2 ديفايس اللي احنا لسه مش عارفينه فيزيكال لاير معناها ايه الجهاز دوت بيتعامل بس مع شرط الكهرباء ما بيفهمش غير شرط الكهرباء زي مشترك الكهرباء بس ده يعتبر فيزيكال لاير ديفايس زي ايه عندنا اتكلمنا عليه الكابل ده يعتبر فيزيكال لاير مش ديفايس بس هو يعتبر فيزيكال لاير كل الكابلات اللي اتكلمنا عليها هي فيزيكال لاير لكن الكابله بتاعت الكمبيوتر لا هي اه بتبعت كهرباء وبتستقبل كهرباء صح؟ بس هل هي فيزيكال لاير بس؟ لا. طب السويتش اللي انت بتقول عليه هو بيبعت كهرباء وبيستقبل كهرباء على الكابل النحاس بتاعنا وبيبعت على الفايبر لكن هل هو فيزيكال لاير بس؟ لا. المودم وظيفته ايه؟ بياخد اشاره كهرباء من ناحيه ويطلع اشاره كهرباء من الناحيه الثانيه يبقى هو ما بيفهمش غير الكهرباء اللي طالعه والكهرباء اللي داخله. في الحقيقه بيغير في الاشاره فعارفين يعني تبقى في اشاره داخله بشكل وتطلع بشكل ثاني هو ده وظيفته اسمه كده كمودم. لو عمرك سمعت الصوت بتاع التليفون وهو شغال بقى فاكرينه زي 7 سماعات اللي كنا بنخش بيها النت ولا ما حضرتوش؟ ايوه كان بيعمل ايه لو عمرك سمعت الصوت بتاعه؟ ايه اللي بيحصل؟ ده المودم. المودم بياخد الداتا بتاعت حضرتك فاكرين الداتا بتاعتنا شكلها كان ظريف ازاي؟ صفر وواحد واشاره كهرباء كده فاكرين؟ مربع فوق كده اشاره الكهرباء لما سمعناها قبل كده كان شكلها ظريف قوي لا ايه؟ الكره دي ادي الشكل بتاعها كان ممكن يبقى شكلها حاجه زي كده تمام؟ بس صح ده يبقى واحد ده زيرو واحد زيرو واحد واحد زيرو زيرو وهكذا شايف الاشاره بتاعتنا جميله ياخد هو الاشاره دي المودم ويحولها ده بقى اللي انت بتسمعه ده اللي طالع حاجه زي كده طبعا مش رسمه دقيقه دي بس اللي هي موجات صوت دي الموجات بتاعت ايه الصوت فمين اللي بيعمل حاجه زي كده اللي بيحول اشاره كهرباء جميله كده لاشاره كهرباء غريبه كده هو جهاز اللي اسمه ايه؟ المودم فما بيعتبرش كايه؟ كسويتش يعتبر فيزيكال لاير او جهاز تبع الطبقه بتاعتنا اللي هي الاولى بتاعت الجهاز يعني السيندنج والريسيفنج بتاعه على بين 2 و 3 فتحه بتاعته تمام شغال نفس البتاع بالظبط زيه زي ايه؟ زي كمبيوتر بالظبط اوكي اسئله تاني؟ كله تمام؟
الجزء الثاني بقى من الشط اللي اصغر بكتير هو الداتا لينك. كل اللي انا ضايع احنا كنا بنتكلم فاكرين هنا في الطبقه اللي هي الاوليه اللي هي الفيزيكال ليس تركوا اسهل طبقه في الحقيقه مفيهاش حاجه قصه يعني بيتعرفنا بس على اللي فيها لكن دلوقتي نخش بقى في الايه في الطبقه الداتا لينك اللي ممكن تحس انها يعني ايه اغرب شويه لان الحياه بسيطه جدا. الداتا لينك لاير بريبيرز نتورك داتا فور ذا فيزيكال نتورك. يعني ايه؟ قبل ما تطلع هنا احنا خدنا ثلاث انواع صح؟ كهرباء وضوء وموجات ماشيه في الهواء. انا بحضر وظيفتي كداتا لينك لاير اني بحضر الداتا اللي هي هتطلع خلاص هتطلع بره الجهاز. فالداتا لينك لاير دي بالذات بنقول عليها هي الوصل ما بين كل اللي فوق شايفين هنا 3 4 5 6 7 وما بين اللي تحت او ايه بمعنى اخر ما بين كل اللي فوق دوت اللي هو سوفت وير وما بين اللي تحت اللي هو هارد وير. صح؟ يعني كل الكلام اللي فوق ده سوفت وير بيحصل جوه واللي بيعمله برامج جوه الكمبيوتر لكن اللي تحت ده لا ده حاجه كهرباء صح ده حاجه ضوء حاجه مش عارف ايه. فاذا الداتا لينك هي الوصله ما بين الاثنين دول فعشان كده بنقول عليها ان هي غريبه شويه. غريبه بايه؟ انها بتتكلم لغتين يعني بتقدر تتكلم الطبقه اللي فوقيها او الخطوه اللي فيها مش عارف اكيد بنمشي ازاي الخطوات بتاعتنا يعني بنبعت من فوق لتحت من تحت لفوق فسواء كده او كده بقدر اكلم الطبقه اللي فوقيها اللي هي سوفت وير وفي نفس الوقت بقدر اكلم الايه؟ اودي اوامر للطبقه اللي تحتها اللي هي هارد وير. فعشان كده زي ما بقول لك الطبقه ايه؟ غريبه شويه بالنسبه لنا. لما بتيجي تبعت داتا زي ما انتم شايفين من الكمبيوتر دوت من كارته النتورك اللي هنا لكارته النتورك اللي هنا بتحتاج يبقى فيها ادرس للاير 2 وادرس للاير 3. جبنا سيره الادرس دي بسرعه في شابتر 3 وقلنا ان في ادرس هيبقى اسمه الباك ادرس غير الايه؟ الاي بي ادرس بتاعنا بس ده لسه هتشوفه ان ديتيلز بعد كده ان شاء الله في الخطوات اللي جايه. فتعالوا نشوف الوظائف بتاعتها ايه؟ Allow the upper layers to access the media. اللي انا قلناه ان الابر لايرز الطبقات اللي فوق ديت عايزه تاكسس الميديا اللي تحت. مين اللي بيسمح لهم بالليرة ده لينك؟ Accepting layer 3 packets and packaging them into frames. فاكرين بقى اسماء الداتا في كل مرحله دي؟ كانت موجوده وجت في الامتحان اللي حلناه المره اللي فاتت كذا مره. قلنا مهمه ولازم نحفظها. فهنا دي في layer 3 كان بيجهز الداتا في حاجه في ظرف كده او كبسوله اسمها باكت. انا بستلمها منه هنا قبل ما تطلع واحطها في حاجه ثانيه اسمها فريم. قلنا فريم دي كلمه مهمه جدا لان هي فعلا اطار. اطار لينا اللي بتقفلها. صح؟ يعني حد عارف الباكت مفتوحه. باكت بطاطس سويتها قبل كده، مش باكت بطاطس مفتوحه ولا مقفوله ولا حاجه بتقفلها. مفتوحه. ده معنى كلمه باكت. لكن بالنسبه لنا الفريم لا دي هتبقى حاجه ايه مقفوله. ليه؟ لانها خلاص طالعه، مش انا لسه بقول ان انا بجهزها انها هتطلع بره، لازم قبل ما تطلع بره اشحنها لازم تقفلها. تصور مثال ايه بعمل سكوتش تيب بقى في الكرتونه او بتقفل بلزق الايه الجواب بتاعك وتحط عليه طابع المريض قبل ما تبعتها. ايه تاني وظيفتها؟ Preparing network data for the physical network بتحضر الداتا اللي هي تطلع في اشاره معينه، طبعا تحضير الداتا ده هيختلف لو طالع اشاره كهرباء عن لو طالع اشاره في الهواء عن لو طالع اشاره ضوء، تمام؟ بعد كده controlling how data is placed and received. ازاي هنحط الداتا بقى اللي عندي ديت على الميديا ازاي احطها على الكاب وازاي ايه هستقبلها؟ ده قصتي انا، يعني ايه؟ احنا قلنا ان انا ببعت اشاره كهرباء اللي هي صفر واحد، صح؟ لكن الكهرباء مثلا مالهاش دعوه انت هتبعت كام صفر وواحد. مش دي نقطه؟ يعني انا هبعت داتا، انا عندي داتا، فاكرين القصه بتاعتها كانت بتمشي ازاي؟ بقول لك احنا دي حاجه سريعه محتاجين نعيدها ايه؟ 100 مره لغايه لما تثبت في المال. ادي القصه بتاعتنا من البدايه. نبتدي دايما كده بالداتا فوق. وبعدين بيحصل ايه للداتا ديت؟ بقطعها صح؟ فتيجي هنا مجموعه من القطع. تيجي قطع منهم هناخد واحده منهم مثلا بزود عليها هيدر بتاع الطبقه رقم اربعه كبرت شويه بزود عليها هيدر بتاع الطبقه رقم ثلاثه كبرت اكتر بزود عليها هيدر وبقفل لان انا هنا فريم خلاص اللي هي لاير نمبر 2 بتاعتها اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي فهي دي الخطوه اللي احنا بنشرح فيها لاير ايه؟ نمبر 2 صح كده؟ فاذا بتمر هنا كده ايه بالمراحل دي طب دي كده هتطلع بعد كده تبقى كهرباء لكن لاير 2 هي اللي مسؤوله بتقول لك انا هطلع دي حجمها قد ايه؟ هطلعها ازاي؟ يعني كم قطعة الداتا بتاعتي دي ثلاثة؟ ثلاثة صح؟ هيطلعوا ازاي الثلاثة؟ يعني قطعة عملت فيها كده وبعدين بعتها وبعدين هبعت قطعة ثانية يعني ورا بعض على طول ولا في وقت ما بينهم؟ تمام طب القطعة حجمها قد ايه؟ يعني اشمعنى لو انت بتقطع مثلا قطعت القطعة بالشكل دوت؟ هل في كل ده مسؤولية لاير نمبر 2 تمام؟ لاير نمبر 2 اللي بتقول لك عارفين ايه؟ انا اقول ان هي حاجة مثلا اوكي انا معايا كرتونة، الكرتونة دي تقدر تشيل قد ايه؟ تمام في كرتونه صغيره قد كده في كرتونه كبيره في كرتونه قد كده مظبوط فهي الكرتونه هي اللي بتحدد انت تقدر تحط فيها قد ايه خلينا ناخد مثال عربيه اللي دي تقدر تشيل قد ايه مثلا لك اقصى حموله كذا مكتوب على العربيات النص نقل كلها كده او النقل الكبيره اقصى حموله نص طن اقصى حموله طن
ما اقدرش اشيل اكتر من كده. فهي نفس الكلام، دي هي الطبقه اللي بتحدد في الحقيقه الحجم بتاعي دوت قد ايه اللي هيطلع هنا وهيتبعت ازاي، تمام، وهستقبله ازاي. هنشوف كل ده بتعمله ازاي، خلي بالك دي كلها مقدمه، كل وظيفه بنقولها هنا هنشوف لسه الطبقه بتعملهم ازاي. هي مسؤولة عن exchanging phrase between nodes over a physical network media such as UTP or fiber optic. يعني هي مسؤولة عن تبادل الفريمز ما بين نقط على نفس الشبكة. ودي هنرجع بقى لتاريخ الشبكات، احنا من ساعة ما ابتدينا عاملين نقول الشبكة بتاعتنا اللي هي اللان العادية جدا عبارة عن ايه؟ صفار عبارة عن ايه؟ مكونة من ايه؟ لان اللان عبارة عن اجهزة الكمبيوتر متوصلة بسويتش بكابلات، صح ولا لا؟ لا لا، دي ده الجديد اللي احنا بنعمله النهارده. تعرف بقى تاريخ اللان؟ تعرف انها ما كانتش كده، ده انت وصلت دلوقتي في 2016 صح، بس هي ما كانتش كده. والتاريخ بالنسبه لنا مهم جدا، اللي احنا لسه ما زلنا حتى الان شغالين بنفس الطريقه اللي ابتدى بيها الموضوع في الثمانينات. ازاي احنا بنحدث حاجات، لكن في حاجات معينه ما زالت شغاله بنفس الايه الطريقه. هتعرف القصه دي هو قصده ايه. طيب النقطه اللي بعد كده، receiving and directing packets to an upper layer protocols، يعني هي اللي بتكلم اللي هي النمبر 3 ديت، تبعت لها باكيت او تستقبل منها باكيت. واخيرا هتلاقي وظيفه مهمه جدا في الحقيقه اسمها performing error detection. يعني ايه error detection؟ اكتشف ان في error في الداتا بتاعتي ولا لا. وده يرجعنا للفيزيكال لير شويه. لما اتكلمنا على كابل النحاس وقلت لك لو مشيته جنب التكييف هنا فوق في البار بتاع التكييف قلنا ايه اللي ممكن يحصل؟ اكيد رسمه كده عملنا انيميشن قال الاشاره المحترمه، الاشاره الثانيه اللي مش محترمه اللي بنسميها نويز او interference، لما دخلوا الاثنين مع بعض فاكيد ايه حصل؟ كان في خانه من الداتا ديت اللي هي مثلا دي كده ولا حاجه باظت، بدل ما هي واحد بقت ايه؟ بقت صفر، صح؟ قلنا الداتا دي تبقى كده ايه؟ تبقى باظت ولا لا؟ باظت. طب مين هيعرف انها باظت؟ هل فين الفيزيكال لاير او لاير نمبر 1 بتاعت الكهرباء هتعرف؟ لا. مين اللي هيعرف؟ مين اللي اذكى؟ لاير نمبر 2. ازاي؟ جزء من الوظائف بتاعتها انها تعمل حاجه اسمها ايرور ديتكشن، اللي هتعرف لما يسال، وبرضه هنعرف ازاي؟ هقول لك شوف كام وظيفه قدام، كل واحده من دول لسه هنقول لك بيحصلوا ازاي بالظبط. فاذا دي لاير نمبر 2 عندنا بالنسبه لنا، مقدمه سريعه عنها وبعدين تعال نفكر فيها بشكل مختلف شويه. هي جت الهيئه المشهوره جدا بالنسبه لنا اسمها الاي تريبل اي او الاي 3 اي 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 اي، فاحنا بنختصرها ونقول اي تريبل اي. كانت قعدت تعمل قبل كده، قلنا دي زي هيئه مهندسين الكهرباء والالكترونيات اللي حول العالم، وقالت لك طيب انا الطبقه ديت ليا شغل معاها شويه، فانا هختار افكر فيها بشكل مختلف عن اللي انت بتقوله يا بيجي ايزو. مين عنده الطبقه دي؟ مش الايزو 1 2 3 4 5 6 7. قالت لك لا انا هاخد طبقه رقم 2 ديت وافكر فيها بشكل مختلف شويه. هتعملي ايه يعني؟ بص ادي الطبقه رقم 3 وادي رقم 2 وادي رقم 1. الفيزيكال تحت اهي، الداتا لينك اهي، وهنا ايه؟ النتورك. قالت لك انا هاخد الطبقه ديت وهقسمها بالنسبه لي لحاجه اسمها طبقتين صغيرين سب لاير. سب يعني فرعي او جزئي. فدي لاير فرعيه ودي لاير ثانيه فرعيه، سب لاير هنا والسب لاير هنا. طب ليه كده يا استاذه الاي تريبل اي؟ احنا واصلين تعيين، ما كفايه سبع طبقات، دي كده كان فيهم ثمانيه. صح؟ عشان واحد اتفكر ان كده بقى ثمانيه، احنا مش واصلين تعيين، ما تقلقش، الفكره بسيطه جدا. مش انا لسه قايل لك ان الطبقه دي بتوصل ما بين كل اللي فوق اللي هو كله سوفت وير وما بين اللي تحت اللي هو كله هاردوير؟ هي نفس الفكره. فقال لك ما دام هي بتعمل كده انا هقسمها نصين، النص اللي فوق دوت ده يبقى ده اللي بيكمل بيه السوفت وير، والنص اللي تحت ده يبقى ده اللي بيكمل بيه الهارد وير. بس كده، دي فكرته. مش هي فعلا حاجه في وسيط ما بين الاثنين، فعشان يميزهم اكتر الوسيط دوت قال لك انا هعمل هنا حاجه اسمها ال ال سي وهعمل هنا حاجه اسمها ال ام اي سي. ال ال سي اختصار للوجيكال لينك كنترول، تمام، وكالعاده مش عايزك تحفظ الاتصالات مش لازم. اما ال ام اي سي اختصار للميديا اكسس كنترول، وهي دي الاهم بكثير جدا زي ما هتشوف. لما تيجي تقطعها هتلاقي تنظر ازاي؟ باك، صح؟ باك. وباك ده ايه؟ احنا خدنا حاجه اسمها باك ادرس. عدى علينا سريعا كده خدنا حاجه اسمها باك ادرس، فده هيبقى مهم جدا بالنسبه لنا، دي مش هتبقى ايه بنفس الاهميه. في الاخر يعني معظم وظائف هذه الطبقه اللي هي الداتا لينك اللي بيأديها هو الباك سب لاير، تمام؟ دي ما بتأديش غير وظيفه واحده بس، ان هي بتستلم الداتا من النتورك لاير او العكس، بتسلم الداتا من النتورك لاير حسب انت باعت من فوق لتحت ولا من ايه؟ تحت لفوق، حسب انت بتبعت داتا ولا بتستلم داتا. طب ايه الحاجات اللي على جنب هنا اللي على اليمين اللي هو جايبه كده، بس مش حاسس ان انت محتاج يعني تحول راسك شويه عشان تقرا، هو عم بياخد لك بالطول. تلاقي مكتوب 802.3 ايثرنت، 802.11 واي فاي، 802.15 بلوتوث، وايه الارقام دي؟ قلت لكم هتظهر لنا كتير جدا. الاي تريبل اي بتسمي اي بروتوكول عندها باسم وبرقم، فالاسم بتاعه هو ايثرنت مثلا، دي حاجه مشهوره قدام اللي هي اللاب بتاعتنا،
اسمها ايه؟ الايثرنت ده اسمها. بس الرقم اللي استخدم 802.3 802.3 ده اللي اسمه الايثرنت ورقمه 802.3 واضح؟ نفس الكلام بالنسبه للواي فاي، احنا عارفين اسم واي فاي، لا رقمه 802.11 البلوتوث رقمه 802.15 وهكذا. في حاجات كتيره اللي هي ارقام كتير عندها الاي اي تريبل ستاندردز او بروتوكولز هي ايه بتطبقها. المفروض احفظه الارقام الثلاثه بس المفروض احفظه 802.3 اللي هو بتاع الايثرنت، بس لسه في الشرط اللي هي مش في الشرط دلوقتي. انا شرط الفايف اسمه ايثرنت اصلا هيحكي لك القصه دي كلها تاني دي من اول دي بس بتفاصيل اكتر. تمام؟ فاذا يبقى الفكره واضحه جدا، ما تقعدش نفسك دلوقتي، دي اللي فوق بتكلم السوفت وير ودي اللي تحت بتعمل كل الوظائف زائد انها بتكلم الايه؟ الهارد وير. تمام؟ عشان كده هنبص عليها الاول اللي هي الميديا اكسس كنترول. طب ما ترجمهاش ايه الميديا اكسس كنترول؟ التحكم في الوصول الى الميديا اللي هي الفيزيكال بتاعتي، التحكم في الوصول الى كابل النحاس او كابل الفايبر او ايه الوايرلس. بقول لك انا دلوقتي عندي ميديا كتير جدا متنوعه، انتوا لسه شايفين المكنسه اللي احنا لسه قافلينه ووصلنا كام نوع ميديا؟ فجاب لنا هنا رسمه مشابهه كبيره جدا في الحقيقه، وبيقول لك ده كمبيوتر في باريس وده الكمبيوتر فين؟ في اليابان. بيبعتوا داتا لبعض. بص كده رقمه الداتا اهو يا باشا، دي الفريم اللي طالعه من باريس راحت للراوتر، تمام، وبعدين مشت اوكي من الراوتر راحت لينا ساتلايت اوكي دش، راح الساتلايت نزل في الدش وصل للراوتر تاني وبعدين وصل لليابان. اختار الرسمه دي ليه؟ لان بص الرحله ماشيه ازاي. من باريس للراوتر بتاعي في باريس كنت بتوصل بكابل اسود عادي اللي هو كابل ستريت ثرو لو فاكرينه مثلا اللي هو كابل نحاس. المهم هنا بركز في الاشاره، الاشاره هنا ايه؟ كهرباء صح؟ لما وصلت للراوتر، الراوتر بعت ايه الالوان دي؟ دي في الحقيقه فايبر. الالوان دي يا جماعه فايبر. لما تشوفها كده في اي حته تمام يبقى دي ايه؟ كابل فايبر. وبعد كده الله ايه الحاجات الغريبه دي؟ موجات. بس حتى يا ريتها مش واي فاي، الموجات ايه؟ ساتلايت، موجات ماشيه في الهواء بس رايحه فين؟ بره الكره الارضيه اصلا ساتلايت، برضه هتنزل هنا موجات، برضه هتمشي هنا ايه؟ فايبر، وبعدين ما توصل لندن ده توصل بقى نحاس، لا كمان تمشي موجات بس موجات من نوع تاني خالص، لان دي موجات ايه؟ واي فاي عاديه جدا رايحه لللابتوب. يبقى بص ماشينا ازاي؟ ماشينا للكهرباء، ماشينا ضوء، تمام؟ ماشينا ساتلايت، اشارات في الوايرلس بس ساتلايت، بعد كده ماشينا ضوء تاني، بعد كده ماشينا وايرلس بس ايه؟ واي فاي. صواريخ بقى شايفين كل كم الاشارات دي كلها. فالطبعه بتاعتها اللي هي اسمها الداتا لينك بتقول لك انا دلوقتي عايز افصل الناس اللي فوق دول ما لهمش دعوه باللي موجود تحت. ليه؟ واحد الاساسيات اللي احنا عملنا الموضوع في خطوات اوكي؟ ان انا الخطوه بتاعتي تبقى كل خطوه مستقله عن الاخرى. نرجع لسير العربيه، فاكرين العربيه اللي بتتصنع في المصنع كده؟ فانا بعمل دلوقتي الخطوه في المصنع بتاعت الدهان. شايفين العربيه بتدهن في الاخر؟ فبجهز الايه؟ المكنه اللي هتعمل الدهان بقى. فالفكره عندي بالنسبه لي انا ماليش دعوه العربيه بتاعتك جواها موتور 1200 سي سي ولا 1600 ولا 3000، تفرق معايا انا وانا بدل العربيه في حاجه؟ تفرق في حاجه؟ هو ده ملوش علاقه بده، احنا فاصلين دوت عن ايه؟ عن دوت تمام، هو ده الغرض بتاعي، ان لما بعمل خطوات معينه بتحصل في القصه دي عندي هنا، كل خطوه تبقى منفصله عن الثانيه. كل خطوه تبقى منفصله عن الثانيه بحيث ان هي تقدر تشتغل لوحدها، بس في نفس الوقت تقدر تتكلمها. في فرق بين منفصله وان انا ما اقدرش اكلمه، هو منفصله انا ما ينفعش اخد مثلا اقول المكنه بتاعت اللي هبيض بيها العربيه زي لو هدهن بيها العربيه تمام او جاي شايلها من خط التجميع خالص، لا هي موجوده هتستلم من الخطوه اللي قبليها مثلا وهتسلم للخطوه الايه؟ اللي بعديها، لكن هي منفصله انها مش معتمده عليها، في فرق انها ايه؟ مش معتمده عليها. واضح القصه؟ فاحنا التصميم بتاعنا كده، كل الخطوات اللي فوق في الحقيقه دول بيشتغلوا سوفت وير وما لهمش دعوه خالص بانت شغال ايه في الفيزيكال ميديا. اللابتوب بتاعك دلوقتي في اثنين فيزيكال ميديا موجودين فيه صح؟ ممكن اوصل كابل واشتغل بايثرنت وكهرباء ونحاس، ممكن اشتغل ايه؟ زي ما انا شغال دلوقتي فعلا واي فاي ووايرلس ولا كهرباء ولا نحاس موجات في الهواء مظبوط. الكمبيوتر لا تفرق معه، الكمبيوتر اللي جوه دلوقتي والويندوز هو شغال وجوجل كروم وكل السوفت وير اللي شغال ده ما يفرقش معايا ان انا شغال ده ولا ده. ولا هم يعرفوا تمام، يعني السوفت وير اللي بيبعت داتا ده دلوقتي بيستقبل داتا ما يعرفش انت اصلا شغال واي فاي ولا شغال ايثرنت. ملوش دعوه. هو بيخلص الادوار بتاعته اللي هي خطوه 7 و6 و5 و4 و3 ويسلم لي الاثنين صح؟ الاثنين دي هي اللي مسؤوله وهي اللي عارفه وهي اللي مظبطه اذا كنت هتخرج كده ولا هتخرج كده. اذا كنت هتخرج نحاس هتمشي الطريقه وتعمل قصه، واذا كنت هتخرج بالواي فاي هتمشي الطريقه وتعمل القصه.
وعلى كده فكره اذا هي طالعه فعلا وسط ما بين الاثنين وبتعزل كمان الداتا ليك لاير بتقول لك جرب هاو تو فورمات فورمات يوزنج اون ديفرنت ميديا. يعني انا اقدر اشتغل داتا ليك لاير، اقدر اشتغل مع نحاس، اقدر اشتغل مع فايبر، اقدر اشتغل مع ساتلايت، اقدر اشتغل مع واي فاي، اقدر اشتغل مع كل دول. دي الفكره بتاعتي. فاذا عشان كده مش هيبقى فيه بروتوكول واحد فيها، مش هتبقى فيها ايه بروتوكول واحد، امال هيبقى ايه؟ كتير بعدد انواع الميديا، ما انت عندك انواع ميديا مختلفه كتير صح؟ فاذا بالعدد انواع الطرق ديت هتختلف اللاير 2 ايه بروتوكول بتاعتي. فاذا ديفرنت بروتوكولز مي بي ان يوز فور ديفرنت ميديا، يبقى ممكن استخدم بروتوكولز مختلفه لميديا ايه مختلفه. ممكن مش لازم، يعني مثلا مش احنا قلنا ايسر ان الكابلات اللاب ممكن نعمل لاب بنحاس ولاب فايبر. في الحقيقه اللاب بنحاس ولاب فايبر بيشتغلوا بنفس البروتوكول اللي هو الايثرنت، اللي هو الايه؟ الايثرنت، رغم ان هو ميديا مختلفه. لكن في اللي لسه بوريكم دلوقتي يا دكتور ما قفلش الصوره ياس اهو، فاكر البتاع الغريب اللي لسه شايفينه دلوقتي ده اللي هو السيريال اهو تاني السيريال. تعتقد ان ده بتمشي اشاره في ايه جوه؟ اشاره روح ايه؟ فيزيكال. لو فرضنا انه عايز تمشي كهرباء ولا كهرباء اكيد صح؟ بس هل ده هتمشي عليه بنفس البروتوكول الكهرباء اللي هو بتاع لا لا خالص، مش زي بتاع الايثرنت، محتاجين بروتوكول تاني خالص عشان تمشي هنا، لان ده بتاع وين؟ فاهمين قصدي؟ فرغم ان ده كهرباء والتاني كهرباء بس شغالين ببروتوكولات مختلفه، ورغم ان في واحد كهرباء وواحد فايبر شغالين بنفس البروتوكول، فاذا مش شرط كل واحد حسب احتياجاتي ليه حسب ما هشتغل بايه بروتوكول معين. قبل السيريال ده احنا نعرف جوه ايه بعد كده يعني ولا؟ اه طبعا عشان التفصيل يعني تعرفوا التفصيل القصه بتاعتك. طب هو الجهاز اللي ما بين الراوتر والساتلايت ده ايه ده؟ الجهاز اللي وصل الراوتر بالساتلايت؟ اه ما فيش جهاز، هو كابل طالع من هنا للطبق. الطبق ده ايه الطبق؟ طبعا ساتلايت. احنا ازاي بنوصل فايبر يعني فايبر في الساتلايت؟ لا دي قصه ثانيه. يعني بص انت دلوقتي هنا في مصر وعايز توصل وين اماكن بعيده عن بعض، وحتى محمد لما بيسال ايطاليا عايز اوصل ايطاليا من مصر هنا، ممكن احط طبعا على السطح فوق كده اوكي، واتوصل من هنا بالراوتر للطبق نفسه بكابل فايبر. وبعدين الطبق بياخد الاشاره فايبر ويحولها لايه؟ لاشاره يبعتها في الفضاء. وبعدين الطبق الثاني هناك يستقبلها كده، فاهم القصه؟ ده اللي بيحصل كده، ده في كذا اشاره ماشيه في النص. غالبا الجهاز اللي بيحول من اشاره لاشاره هو الراوتر، يعني الطبق ده طبعا مثال نادر شويه وغالي جدا. لكن الراوتر بتاعنا لاحظ انه هنا داخل له اشاره نحاس وطلع منه هنا اشاره ايه؟ فايبر. هنا داخل له فايبر بس طلع منه اشاره ايه؟ وايرلس خالص اللي هو واي فاي. فالراوتر بالنسبه لنا من ضمن الحاجات الاساسيه بالنسبه له لازم يقدر يتكلم كل انواع الميديا وكل انواع الداتا لينك لير. تمام؟ طيب يبقى الميديا اكسس كنترول او الباك اللي هو النص بتاع طبق الداتا لينك وظيفته ان هو يتحكم في الداتا بتاعتي اللي هتطلع على الميديا هنا شكلها هيبقى عامل ازاي؟ وهو اللي فاهم ده انا عندي دي ميديا دي فايبر، ده الميديا دي وايرلس، وبالتالي هيختلف تماما شكل الفريم وايه ونوعها. يعني بس ثانيه نرجع تاني اوريك حاجه برضه عملها لك، بس انا ايه وريهالكش بسرعه. اوكي بص الفريم دي لما ماشي جايبه لك لونها ازرق صح؟ بص هنا لما تمشي كده تلاحظ ان لونها بقى ايه؟ بقى اخضر، الفريم نفسها لونها اخضر، تمام ماشيه لسه اخضر زي ما هي، اخضر، اوكي اخضر، بس لما تطلع هنا هتلاقي لونها برتقالي، تمام؟ هو قاصد ان هو يعمل الالوان دي، انا بقول لك الفريم دي كده في ثلاثه فريمز في الرسمه دي، يعني الفريم من الكمبيوتر ده للراوتر، من الراوتر ده اللي ماشي في الرحله دي كلها نفس الفريم لغايه الراوتر، وبعدين من الراوتر ده لا فريم ثانيه خالص. تمام؟ فتاني نرجع لمثال الجواب اللي كنا بنبعته لامريكا، الجواب طالع من عندي هنا رايح امريكا، عمال يحصل له ايه كل شويه؟ اتحط في كرتونه من مكتب البريد ده رمسيس، فاكرين؟ اتحط في كرتونه طالع في طياره على امريكا، وبعدين اتفك من الكرتونه طالع من كرتونه، صح؟ فاكرين الكرتونه اللي عمال يتفك ويتحط منها؟ هي دي الكرتونه بتاعتي، هي دي ايه؟ الفريم، فكل شويه بيتحط في فريم ايه؟ مختلف. صح؟ هي الداتا لينك تعتبر شبه الكيرنل؟ لا مش هندخلها في الكمبيوتر خالص عشان ما هنا بيوريك مثال افضل شويه لفكره ان الفريم مختلف. ايه المثال ده؟ عشان تفهم يعني ايه فريم مختلف؟ مش فاهم يعني ايه؟ هنا زي ما شايفين الكمبيوتر بتوصل بكابل اي سبنت ايه؟ الراوتر، وبعدين الراوتر بتوصل بكابل واحد او احنا فهمنا بقى بيبقى اسمه ايه؟ سيريال دلوقتي، شفنا الفتحه بتاعته شويه، صح؟ ده راوتر تاني، يعني دي لان ودي ايه في الاخر؟ وان، مش هو ده التعريف بتاعنا؟ تعالى نشوف. يقول لك الداتا لينك لاير از ريسبونسبل فور كنترولينج ذا ترانسفير اوف فريمز اكروس ذا ميديا، يعني هي هنا عارفه ان دوت ايثرنت، فطالعه الداتا بهذا الشكل، تعالى نقف كده ونبص عليها، عباره عن ايه؟ جوه في باكيت عليها من بره لاب هيدر ومن الناحيه الثانيه لاب تريلر، طب هو زي اللي احنا حاطينه على السطور صح؟
الباكت دي اللي انا استلمتها من الطبقه الايه؟ اللي فوقها، وانا قفلتها كفريم، رحت مقفلها، حطيت حاجه في الاول وحاجه فين؟ في الاخر، الكلام بيتكتب عليها. لان هيدر ولان ايه؟ ترين، صح كده؟ لا، بص بقى اللي هيحصل لنا، بنخش في الراوتر. الراوتر قبل ما يقدر يطلعها الناحيه الثانيه يقول لك اه ده دي الناحيه دي ايه؟ ايثابت، الناحيه الثانيه دي مش ايثابت خالص، دي وان. فيعمل ايه؟ يفكها، شفتوا اللي حصل؟ فك الكرتونه ديت ورماها خالص بقى الفريم الثانيه دي اترعبت، وبعدين هيعمل فريم جديده خالص. بص الفريم دي اختلفت ايه؟ الباكت اللي جوه هي هي الجواب بتاعي اللي انا ببعته، لكن حط اطلاق والبطن هو هيدر وتريلر هو هو. لا مش هو هو، حطيت حاجه في الاول وحطيت حاجه ثانيه ايه؟ اللي كتبته فيها هو اللي بيختلف، يعني انا بكتب فيها حاجات صح؟ هو ده اللي ايه؟ هيختلف تماما. اللي بيتكتب هنا تمام في الهيدر ده غير خالص اللي بيتكتب هنا فين؟ في الهيدر ده. اللي بيتكتب في التريلر ده غير خالص اللي بيتكتب في التريلر ده. واضح؟ اذا لما تقول اللي هي فريم، الفريم هي هي عباره عن باكت جوه وفي هيدر وتريلر، حاجه في الاول وحاجه في الاخر بتقفلها. لكن المكتوب جوه الحاجه في الاول وفي الاخر ده هو اللي بيفرق جدا عن ايه؟ من ميديا لميديا ثانيه او من بروتوكول لايه؟ لبروتوكول تاني. اوكي؟ يبقى اذا الراوتر مش كده، الراوتر دايما في النص، الراوتر بيستقبل الفريم بيفكها، يعمل حاجه اسمها دي انكابسوليت، يفكها ويرميها مش عايزها خلاص، وبعدين الباكت اللي جوه ديت يعمل شويه شغل طبعا الاول، وبعدين يقرر ان هو يحطها فين؟ في فريم ثانيه، في اطار جديد يطلع من الناحيه الثانيه. اوكي؟ زي ما قلنا عندنا ستاندردز او بروتوكولز، في طبعا كلمه ستاندردز اللي هي المواصفات القياسيه بتاعتنا كتير جدا موجوده في الداتا ليك لاير، وعملوا لهم لنا هيئات كتيره، طبعا دول عدوا علينا قبل كده اسمائهم، بس تاني الاي تريبل اي او الاي اي 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 دي اهم واحده فيهم، لان دي مثلا اللي ماسكه الايثرنت واللي ماسكه الواي فاي، يعني دول اهم اثنين هنركز فيهم دلوقتي. الايثرنت دي بتشتغل فين؟ لاير 2 لاير 1 اللي هي اللاير تمام؟ والواي فاي ده بيشتغل فين برضه؟ لاير 2 ولاير 1. احنا اوريدي اتكلمنا على كابلات الايثرنت مثلا صح؟ لكن لسه هنشوف اللاير 2 اللي بيحصل فيه. فاللي ماسك الايثرنت واللي ماسك الواي فاي ما شاء الله الهيئه دي اللي هي الاي تريبل اي، طبعا لما بندوس عليها زي ما انتم فاكرين بيفتح ايه الصفحه بتاعتها الاي تريبل اي دوت ارج. لكن في هيئات ثانيه زي الانسي زي الاي تي يو زي الايزو، دول بيعملوا ايه؟ ستاندرز بتاع حاجات ثانيه عندنا، لكن ده انا مش مهتمين بيهم دلوقتي بقدر اهميه الاستاذ الكبير بتاعهم الاي اي. طيب من ضمن الحاجات اللي قلناها بسرعه لكن قلت لكم بقى هنرجع نشوف ايه الفكره بتاعتها لما نفهم تاريخ الشبكه ازاي اشتغلت. اللاب بتاعتنا في الاول، اول ما اتعملت قلت لكم كانت شغاله بقى لي كابلات، الكابلات اللي هي اليو تي بي الثمان اطراف بتاعتنا دي، ولا كانت شغاله بقى لي كابل قلنا كواكسل. اول ما اشتغلت بكابل مين؟ الكواكسل اللي هو كابل التلفزيون فاكرينه ولا سهل؟ كابل كواكسل. فدي كانت حاجه غريبه جدا. ليه حاجه غريبه جدا؟ لان كابل التلفزيون ده لو فاكرينه وبصيت عمرك عليه من جوه او لو تفتكر الصوره اللي شفتها جوه عباره عن طرف نحاس واحد، هو تخين كده اه بس طرف نحاس واحد. فعارفين الشبكه كانت بتشتغل ازاي؟ اقول لكم. كان بيبقى في مجموعه بي سيز كده مثلا، بي سي 1 هنا، بي سي 2 كده مثلا، بي سي 3 وبي سي 4. طبعا احنا لما درسنا في اول ولا ثاني محاضره يمكن على طول رسبت لك اربع بي سيز، طلعت اربع كابلات ووصلتهم بسويتش. مش قلنا دي شبكه سهله جدا تعملها؟ لا مش هو ده اللي كان بيحصل زمان. قبل اختراع السويتش بسنوات كبيره جدا جدا، السويتش ده يعتبر اختراع في الحقيقه، كان بتتوصل بهذا الشكل. شايفين الرسمه الغريبه دي؟ تمام؟ ايه الرسمه الغريبه دي؟ كنا بنجيب كابل واحد تخين يعني اضخم من القلم اللي انا ماسكه في ده دوت بشويه كده او في تخنه كده، اوكي؟ يعني تقول لي بتاع التلفزيون مش بتخين ده، لا اضخم شويه بتاع التلفزيون، اوكي؟ شبه بس اضخم منه شويه. وكنا بنمديه بنمده كده في النص زي ما انتم شايفين، هو ده الكابل الايه؟ اللي موجود في النص. وبعدين بنجيب كابلات ثانيه تطلع من كل كمبيوتر وبعدين تشبك كده في الكابل دوت، اوكي؟ كان في كذا طريقه بينهم احد الطرق انك تطلع زي حاجه نحاس كده تمسك تخرم الكابل وتلقط جوه. الفكره كلها لو في حاجه نحاس موجوده هنا لمست النحاس اللي موجود جوه، مش في نحاس جوه تخين كده والنحاس لمس في نحاس، يبقى في كهرباء ولا لا؟ اقدر اوصف اجيب القصه. ونفس الكلام حاجه تمسك هنا حاجه تمسك هنا، كان في كذا طريقه، في حاجه اسمها حرف تي بتقدر تحطه عشان خاطر توصل، في كذا طريقه. ما تهمنيش قوي انك تفهم الكابلات كانت شكلها عامل ازاي، انا مش موجوده يعني انا ما اقدرش اوريها لك،
دي حاجه لازم نروح لمتحف ولا حاجه عشان نشوفها. ده كلام ده قديم جدا تمانينات. طيب ليه بقوله لك ان هو قديم جدا في التمانينات وفي متحف؟ لانك لازم تفهم ان دي هي الايثرنت. دي هي الايثرنت. لو ما فهمتش كده وتديتك حاطط في بالك ان الايثرنت هي مجموعه اجهزه متوصلين بسويتش، حاجات كتيره جدا هتضيع منك. يبقى مهما رسمنا وجبنا سويتش في النص ووصلنا بيه اجهزه، اللي عايز اوصله لك ان كارت النتورك اللي موجوده هنا في الكمبيوتر ما زالت بتتعامل على هذا الاساس. الفكره كلها بتاعت الايثرنت اللي هتشرحها النهارده، ما احنا خلاص الشابتر ده حاجه بسيطه هنخش في الشابتر اللي اسمه الايثرنت. واحنا اصلا حاليا دلوقتي الكلام اللي بقوله برضه ينطبق على الايثرنت، فاحنا عمالين نشرح فيها اوريدي. كلها بتعتمد على الفكره دي حتى الان. هتقولي طب ليه؟ ما هو ده اتلغى، انت بتقولي اتلغى وفي دلوقتي سويتش بيوصل دول فالمفروض الدنيا تختلف. لا مش المفروض الدنيا تختلف. الكلام في التكنولوجيا انا قلت لكم الكلام ده قبل كده مش بيتم بهذه الطريقه. لما انا بطور حاجه اللي بيحصل انا ايه؟ الشبكه بتثبت كده صح؟ رحت عامل ايه؟ كابلات وكارتات. تطورت شويه قعدوا مثلا 5 سنين شغالين كده وبعدين نزلوا عملوا حاجه ثانيه هنشوفها دلوقتي اوكي؟ توصلهم بدل بكابل دوت، اخترعوا جهاز ثاني يوصلهم اسمه هاب. اسمه هاب. وبعدين عدت كام سنه وراح اخترعوا جهاز ثاني اسمه بريدج. وبعدين عدت كام سنه وراح اخترعوا جهاز اسمه سويتش. شفت القصه الطويله دي؟ انت دلوقتي في السويتش اخر حاجه. اوكي؟ وطبعا السويتش برضه مر بمراحل نفسه جوه ان في اكتر من انواع في السويتشات نفسها. فاذا طوال المراحل ديت وهي بتمشي احنا ما ينفعش نغير الاساس بتاعنا. يعني لازم اكون دايما حاجه اسمها باكورد كومباتبل. يعني ايه؟ التكنولوجي اللي انا شغال بيها جديد انا متاخر احدث حاجه السويتش صح؟ طب قبليه كان ايه؟ بريدج، لازم السويتش ينفع اشتغل مع بريدج. وقبليهم كان ايه؟ كان هاب، لازم السويتش ينفع اشتغل مع، فاهمين قصدي؟ لان انت الحاجه دي بتتباع يا جماعه، لما انا بنزل ابيع حاجه لما انا بنزل بشتغل وببيع حاجه ما ينفعش ان انا اجبر الناس لا لا انتوا كلكم لازم تغيروا. لازم كله يغير. ارمي القديم كله وغير ما ينفعش. فاهمين الفرق في ايه؟ لما تروح الشركه وتقول لهم بصوا انتوا كنتوا شغالين بالنظام دوت، هناخد مثلا انتوا النظام بتاعكم هتسيبه زي ما هو بس هتزود عليه في النص حاجه. هتتكلم بس تكلفه الجهاز ويوصله في النص. ولا تقول لهم لا الغوا كل دوت، ارموا الاجهزه ديت، هاتوا اجهزه جديده، هاتوا كابلات جديده، وهاتوا حاجات جديده في النص عشان توصلهم. صح؟ الابجريد او الترقيه دي موضوع صعب جدا، فعشان تنط لازم تمشي ايه؟ تدريجيا كده. واضح القصه؟ فعشان كده في كل حاجه في التكنولوجيا بتلاقي ماشيه بهذه الطريقه، واحنا مفيش خلاف عن ذلك في الاي تي نتوركس عندنا شغالين بالفكره دي. فالايثرنت هي دي يا جماعه، هي الرسمه دي. وبالتالي تعال نفكر بقى في الرسمه الغريبه دي، انها مش زي السويتش خالص. ايه مشكله الرسمه بتاعتنا دي؟ اولا دي كابل واحد. طبعا محدش فكر ان ده كابل وده كابل وده كابل. كل دول كابل واحد، ما دام وصلتهم تفاهمين عملت ايه؟ لحقت الكهرباء بتاعتهم ببعض، يعني ده نحاس اتوصل بنحاس اتوصل بنحاس، بقى كله في الاخر عباره عن ايه؟ كابل واحد. جميل جدا، فكر فيها دلوقتي. لما يكون ده كابل واحد، خلينا نبدو كده عشان ما نقولش ان هو اتقطع ولا حاجه، وواحد من الاجهزه نفترض ان سبايس بي سي 3 دوت يبدا يبعت اشاره داتا، اشاره كهرباء زي اللي احنا متعودين عليها فريم بيقولوا عليها ديت، هيحولها لشويه ايه؟ اشاره كهرباء ويبدا يبعتها على الكابل. ايه اللي هيحصل؟ هتمشي ازاي؟ الكهرباء جت كده كده على كابل الحاسب جاي تمشي ازاي؟ تمشي كده ولا توزع كهرباء صح؟ وبعدين هتوصل فين كده؟ هتوصل لده صح؟ وتمشي كده وهتوصل لده تمشي كده توصل لده تمشي كده. النقطة السوداء اللي أنا حطيتها في الآخر دي هنا أوكي؟ النقطة السوداء اللي أنا حطيتها في الآخر دي هنا عشان خاطر توقفها، بيتحط حاجة زي مقاومة كده عشان خاطر إيه؟ ما يقفلش يعني ما يطلعش الكهرباء لازم تتقفل، مش هنخش في تفاصيل. طب ده معناه ايه؟ معناه حاجه مختلفه خالص عن اللي احنا قلناه قبل كده. بي سي 1 هنا او لا بي سي 3 دوت كان قاصد يكلم بي سي 1. يعني بي سي 3 باع الداتا لمين؟ لبي سي 1. لو رجعت لك الرسمه المشهوره القديمه اللي احنا رسمناها، ادي بي سي 1 وهنا بي سي 2 وبي سي 3 وبي سي 4. ولو قلت لك في الرسمه دي بي سي 1 بيبعت داتا لبي سي 3 هتمشي ازاي؟ بي سي 1 تروح للسويتش تروح لبي سي 3. كافي كده؟ واضحه؟ بي سي 1 بعت داتا للسويتش والسويتش وصلها لمين؟ ل 3. هل ده اللي حصل هنا؟ لا. لما 3 بعت داتا وصلت ل 1 وصلت ل 1 بس وصلت كمان لمين؟ ل 2 وصلت لمين؟ ل 4. يبقى ارجع فكر كده قلنا الشركات بتشتغل ازاي، حط نفسك مكان الناس اللي كانوا بيشتغلوا في الاول، هي دي اول تكنولوجيا اخترعت وكانوا بتوصل بهذا الشكل. اذا كل داتا هتتبعت على الشبكه دي هتوصل لكل الاجهزه اجباري غصب عنك.
باي قطع داتا هتطلع باي شكل اشاره كهرباء على الكابل ده هتوصل لكل الاجهزه اللي معايا 4 بقى 20 مش هتفهم. تمام؟ وده هيبس لك اول مشكله. انت دلوقتي هتفهم منين الداتا دي بتاعت مين؟ هتفهم منين الداتا دي بتاعت مين؟ لازم تحط ادرس. لازم تحط ايه؟ ادرس. ليه؟ يعني الداتا دلوقتي وصلت لاثنين، اثنين ممكن يبص على الداتا ديت مش جات له اشاره كهرباء هتبقى استلمها اشاره كهرباء، بعد كده خطوه بعد كده ايه بعد ما بيستلم فيزيكال طلعت اللي احنا فيها دلوقتي اللي احنا واجهين لبعض بيها اسمها الداتا لينك اللي هي نمبر 2، يبص في اللي هي نمبر 2 على الفريم صح؟ فالفريم لو ما كانش فيها ادرس ما كانش هيبقى فيه وسيله ان هو يعرف هي دي بتاعتي ولا مش بتاعتي. لازم الكرتونه بتاعتنا اللي هي الفريم يبقى مكتوب عليها عنوان، مكتوب هي رايحه لمين صح؟ وهو ده اللي لازم نحطه. اذا هنا لما بنوا الايثرنت في الاول قال لك لازم يبقى فيه ايه؟ ادرس. فعشان كده اخترعنا ادرس فعلا احد الحاجات الاساسيه لكل جهاز من دول هيبقى له ادرس حاجه زي كده مثلا. اوكي؟ اوكي؟ طبعا حاطط عباره عن حرفين شايفين؟ اوكي؟ ده مش دقيق، ده مش صح، مش هو ده شكل الادرس، هنشوف شكل الادرس بالتفصيل، بس في حروف وارقام عشان كده انا حطيته بحروف. الادرس ده مش زي الاي بي ادرس، الاي بي ادرس كان ظريف صح؟ اربع خانات كل خانه بتاخد رقم من 0 ل 255 فاكرين؟ ده الاي بي ادرس. لكن ده لا، ده عباره عن شوفوا حاجه ثانيه خالص 12 خانه بيتكتب فيهم شويه ارقام وحروف. طب ليه الحروف دي جت منين؟ هنعرف. بس دلوقتي خد الفكره كده ان هم موجودين بهذا الشكل A وB وC وD مثلا كده ايه بهذا الشكل. فاذا الاستاذ دوت لما كان يبعت دلوقتي قال لك لازم لما يبعت يجي حاطط كده من ضمن الحاجات اللي هيحطها يحط حاجه اسمها السورس والايه؟ والديستنيشن. انت جاي منين؟ سورس يعني انت جاي منين وديستنيشن رايح فين؟ فكان يكتب جوه لو اتكلمنا على الراجل دوت مثلا يقوم جاي حاطط كده اوكي مش فوق خالص صفحه يقوم جاي حاطط AA ويقوم جاي حاطط ايه؟ DD. واضح الكلام؟ طيب ليه كده؟ استفدنا ايه؟ هقول لك ان هي الداتا هتطلع كده وتوصل لبي سي 4 فبي سي 4 دلوقتي هيبص انت عايز مين يا حاج؟ عايز دي دي انا بي بي شكرا مش عايزها يعمل ايه بقى ارهاق اصلا فاهمين الفكره؟ يعني كارت النيتورك ما تبعت مش كارت النيتورك دي هي اللي بتستلم المفروض بعد ما تستلم تبعتها لفوق لفوق اللي هو الكمبيوتر بقى نفسه اللي هو السوفت وير الاوبريتنج سيستم بتاعك يعني الويندوز التي سي بي اي بي فاكرين الملف اللي انا بقول لك بس بي اي بي مش ده جزء من الويندوز؟ هتبعتها الويندوز؟ لا ما بعتهاش الويندوز ما تعبش انا بيه الويندوز هتعبه ليه؟ انا ككارت النيتورك لقيت حاجه مش بتاعتي لا نفس الكلام هيحصل في الكمبيوتر دوت ايه ده؟ وده مش رقمي الوحيد بقى ده انت الرقم بتاعي يبدا يعمل ايه؟ ساعتها افكها افك الفريم بتاعتي ابدا بقى اقطع الفريم افكها افك الكرتونه بتاعتي واسلمها لمين؟ للويندوز وللسوفت وير واللي اسمه ايه؟ تي سي بي سلاش اي بي اللي هو بقيه الخطوات اللي فوق 3 و4 و5 و6 و7 فاهمنا؟ يبقى اذا ليه كان في ادريسنج؟ ده احد الاسباب اللي لازم يكون في ادرس موجود عندنا في شبكه زي الايثرنت. ان انت لو ما كانش في موضوع الادرس دوت كانت هتبقى مشكله. كنا نعرف ازاي نميز ان القطعه دي بتاعتي ولا الحته دي مش بتاعتي، لان طلع ان الداتا بتوصل لكل الناس، مش كده؟ ده اللي بيحصل النهارده، ده اللي بيحصل النهارده، لكن هي في الاصل كانت كده. واضح كده اول نقطه؟ طيب جميل جدا، يبقى دي اول نقطه شفنا في الديزاين الغريب اللي موجود قدامك دوت، ده كان فعلا الطريقه اللي كنا بنتوصل بيها زمان. تاني نقطه مشكله هتقابلنا هنا ان ده كده دلوقتي شيرد ميديوم، يعني ايه شيرد ميديوم؟ وسيط مشترك. هو كابل واحد كلنا حضرتك مشتركين فيه. ناخد مثال بسيط جدا، ايه كابل واحد احنا مشتركين فيه؟ انا مدخل تليفون ارضي هنا مثلا في الفيلا والتليفون الارضي ده خط واحد برقم معين بس حطيت اربع عده تليفونات، كل اوضه الاوضه دي احط فيها عده تليفون، اوضه الثانيه احط فيها عده تليفون، احط تحت في اوضتين عده تليفون، بقى في كام عده تليفون دلوقتي؟ اربعه. هل معنى كده ان في اربعه يقدروا يتكلموا؟ انا جايب خط تليفون واحد واربع عده تليفون يبقى مين اللي هيتكلم؟ واحد بس لان الاربعه كلهم رغم ان في اربع اجهزه لكن متوصلين في الاخر بايه؟ بخط واحد صح؟ هو ده. لو عايز كل واحد يتكلم تعمل ايه في التليفونات في مثال التليفونات؟ عايز كل واحد يقدر يتكلم براحته؟ اجيب اربع خطوط اجيب اربع خطوط اهو ده الجديد ده اللي احنا شغالين بيه دلوقتي ان كل جهاز له الخط او ايه؟ الكابل بتاعه مش ده كابل وده كابل وده كابل وده كابل لكن هنا قلت لكم كل الفوضى عباره عن ايه؟ كابل واحد. يبقى كلنا مشتركين في كابل واحد وعشان كده هتحصل مشكله. ايه المشكله؟ اولا ما ينفعش غير جهاز واحد اللي يتكلم زي ما كنا بنقول في مثال التليفونات. فلو الجهاز ده بيتكلم دلوقتي لو بي سي 3 وعمال يبعت داتا هنا كده بهذا الشكل ينفع حد تاني يتكلم؟ لا
ينفعش زي التليفون انت متصور يعني عمرك ما جربتوش تليفون عادي لو عندك تليفون عادي وانت عمال تتكلم تليفون وفي سماعه عده ثانيه موجوده حد رابع السماعه هيسمعك صح؟ هيسمع صوتك وانت بتتكلم مش هيعرف هو هيتكلم ايه مظبوط؟ فاذا مش هينفع هو جهاز واحد اللي ايه اللي هيتكلم بالنسبه لنا مش احنا شغالين شيرد ميديا. طيب هننظم الموضوع ازاي؟ يعني لو رجعنا لمثال التليفونات تاني وانت في البيت كده عند حضرتك هتنظم الموضوع ازاي؟ في اربع عيلة تليفون اه لكن هو خط تليفون واحد طب مين اللي يتكلم؟ قال لك لازم نلاقي طريقه نحكم بيها موضوع ازاي ان احنا نتشارك في الميديا دي. لازم نلاقي طريقه نحكم فيها تصور مثلا ايه الاربعه الاربعه اللي قاعدين في البيت دول مثلا اللي هو روم بيت يعني مثلا انتوا اربعه جايين مثلا هنا ايه مصر تدرسوا ولا حاجه اربعه من المحافظات وقاعدين في شقه واحده مع بعض. حلو كل واحد واخد اوضه بس هو تليفون واحد مش هتجيب اربع تليفونات فننظم ازاي عشان ما نتخانقش مع بعض يعني ننظم ازاي ايه موضوع التليفونات. فطلعوا بنظامين طلعوا بفكرتين لتنظيم هذا الموضوع. اول فكره قالت لك بص احنا مش هننظم قوي ما هنعمل ايه لو التليفون فاضي استخدمه يعني مفيش شرط يعني فكره انا بطلع من الاوضه بتاعتي التليفون موجود مثلا او انا برفع السماعه وانا عندنا كل واحد صح عنده عده تليفون في اوضته هرفع السماعه الاقي ايه حراره اللي هو بنسمع الصوت بتاع التليفون صح؟ يبقى عليها ايه؟ اقدر اتكلم. مفيش حد يتكلم يبقى اقدر انا ايه؟ اتكلم. دي طريقه اخترعوها اللي هو بص شوف لو لقيت في حراره لو لقيت مفيش حد غيرك بيتكلم اتكلم. اوكي؟ جميل جدا بس ممكن يحصل ايه؟ على مثلا حاجه بسيطه انا ارفع السماعه حد تاني يرفع السماعه في نفس الوقت تصادم شوف المصادفه السعيده. فاحنا الاثنين هنرفع السماعه بالراحه كده مفيش حد بيتكلم نعمل ايه؟ نبدا نتصل ايه اللي هيحصل؟ يعني انا بضرب رقم في التليفون وهو بيضرب رقم في نفس التليفون ايه اللي هيحصل داخل؟ متوقعين ايه اللي هيحصل؟ الاشارات هتخش في بعضيها فاهمين فكره انا بضرب مثلا رقم 5 7 3 2 4 1 وهو بيطلب 3 4 7 ايه اللي هيحصل؟ الرقم في الاخر اللي هيتطلب ده لو اتطلب هيبقى رقم تاني خالص لا هو الرقم بتاعي ولا هو الرقم بتاعه لان الاشارات هتخش فين؟ في بعضيها مظبوط؟ هو نفس المشكله اللي هتحصل هنا لو في جهازين هنا هيتكلموا في نفس الوقت هتحصل مشكله تمام؟ هنشوف هنتكلم لسه عن ايه الحل بتاعها بس دي اول طريقه يبقى اول طريقه بتقول لك اوكي حاول تبعت لو لقيت الكابل فاضي ابعت بس زي ما قلنا لها عيب ان هو ايه يعني هتحصل كده ممكن تخبط في بعض. الطريقه الثانيه قال لك لا ثانيه واحده انا هتظبط الموضوع افضل من كده شويه هتعمل ايه يعني هنعمل نظام ايه النظام محدش هيتكلم الا بالدور هنمشي بايه بالدور فواحد يتكلم بعد ما يخلص واحد تاني يتكلم بعد ما يخلص واحد تاني تتكلم وهكذا كل واحد هيتكلم بيمشي بالايه؟ بالدور. طب ازاي هنحكم عمليه الدور دوت؟ اللي معاه حاجه اسمها التوكن والتوكن معاها اي شيء او حاجه زي القلم ده ممكن نقول القلم ده عباره عن ايه؟ توكن شيء. اوكي؟ فانا طول ما انا معايا القلم اقدر اتكلم. وبعد ما اخلص كلام ادي القلم لابرام بس يبقى مين اللي يقدر يتكلم؟ ابرام اللي يتكلم. فاهمين الفكره؟ وهكذا يدي اللي بعده واللي بعده واللي بعده. كل ما واحد يكون معاه التوكن دوت هو اللي يتكلم. وبتمشي بالتدريج يعني لو مشينا مثلا هنا ابتدينا ماجد ونخلص بعديه بعديه انت بعديه انت بعديه انت بعديه انت بعدين انت بعدين انت وبعدين رجاله انا بعدين رجع فاهمين الفكره بنمشي ازاي؟ في دايره كده تبدا اول واحد وبعدين تمشي لغايه ما نوصل لاخر واحد وبعدين ترجع تاني لايه؟ لاول واحد بتمشي الترتيب بهذا الشكل. طيب ما بين الطريقتين دول الطريقه اللي هي بالترتيب وبالنظام كل واحد ياخد دوره والطريقه الثانيه اللي بتقول لك لا مفيش ادوار ولا حاجه انت لو لقيت الكابل فاضي او السكه فاضيه اتكلم او ابعت مين اللي اشتغل ومين هو الاي سبمت؟ الاي سبمت هي الطريقه الاولى في الحياه اللي هي بتقول لو لقيت الكابل فاضي ابعت. دي الاي سبمت تمام؟ الطريقه الثانيه اللي بقول لك عليها دي مش الاي سبمت دي تكنولوجيا ثانيه كانت منافسه للاي سبمت. امال طبعا كانت ايه؟ يعني خلاص مش موجوده مفيش حاجه دلوقتي اسمها طريقه ثانيه غير الايه؟ الاي سبمت لكن كان في طريقه ايه زمان هنشوفها لسه قدام شويه. واضح؟ الى اذا زي ما انتم شايفين لو رجعنا للسلايد ثاني شيرنج ميديا بيقول لك ايه هنا؟ في ثلاثة كمبيوترز متوصلين بالشيرنج ميديا اللي هو كيبل واحد بالنسبة لنا ودلوقتي بيقول لك كل واحد فيهم بيقول لك وي نيد رولز فور هاو تو شير ذا ميديا محتاجين ننظم الايه؟ الدنيا بتاعتنا عشان ازاي هنشير الميديا بتاعتنا. فهنشوف القصة دي دلوقتي بس لما نشوف ازاي احنا كنا بنتواصل ازاي تطور التوصيل بتاعنا عبر الايه؟ الزمن. فهنرجع تاني للكلمتين اللي خدناهم قبل كده اللي هو الفيزيكال توبولوجي واللوجيكال توبولوجي. فاكرينهم؟ كانوا في شابتر 1.
فيزيكال توبولوجي قلنا هي وصف للشبكة ازاي بتوصلها حقيقة برسمة فيزيكال او رسمة بتقول لك كل حاجة مكانها فين. اما اللوجيكال توبولوجي فهي بتوصف الحاجة بتوصلها ازاي لكن مش بالرسمة كدقيقة. فهي نفس الرسمة لو فاكر هي نفس الصورة دي بالظبط اللي احنا خدناها لما شرحنا الفيزيكال توبولوجي. تلاقي مثلا هنا الجزء ده من الشبكة مكتوب عليه كلاس 1 الأوضة رقم 2125. السويتش ده مكتوب عليه راك 1 شيلف 1. يعني بيوصف ايه هنا؟ ايه الكلام اللي مكتوب؟ بيوصف مكان الحاجة فين؟ الكمبيوتر ده في الأوضة رقم كذا. السويتش ده في الراك اللي هو الدولاب بتاعنا الصف رقم كذا. دي رسمة اللي هي الفيزيكال. لكن هنا دي الرسمة اللي هي اسمها اللوجيكال اللي هي بتقول لك لا أنا ما يهمنيش مكان الحاجة، أنا يهمني الحاجة متوصلة إزاي ويهمني المعلومات اللي بتاعتها. زي هنا أقدر أقول لك يعني ساعتها ما كناش قلناها بس ده الأي بي أدرس. لو لاحظت مكتوب النتورك هنا ده اللي هو الإيه؟ الأي بي أدرس. الأي بي أدرس يكون موجود وبعدين في الآخر الراوتر مثلا والسويتش مكتوب عليهم أسماء الإنترفيسز اللي إيه اللي موصلة الدنيا دي كلها ببعضيها. ده الإنترفيسز أو البورتس اللي هي الفتحات اللي بتوصل الدنيا ببعضيها. طيب بعيد عن الرسمه ديت تعالى نشوف بقى ايه الفيزيكال توبولوجيز اللي مشهوره هنتكلم على كذا واحده منهم وهنركز في الاول في الوان مش اللام في الحقيقه. الوان جايب لك هنا في ثلاثه توبولوجيز مشهورين. اول واحده اسمها بوينت تو بوينت بيقول لك دي ابسط حاجه لما في اثنين حاجتين جهازين موجودين هم طبعا تو راوترز غالبا وبنوصلهم بايه؟ بوينت تو بوينت من نقطه لنقطه. اوكي؟ حاجة بسيطة جدا اللي هي راوتر بتوصل الراوتر بالخط الاحمر اللي احنا ايه شفناه قبل كده كذا مرة دوت هي دي اللي اسمها البوينت بوينت. امال ايه ديت؟ دي فكرة أكبر شوية تاخد الموضوع ده وتكبره شوية. أنا مش عندي جهازين بس أو بس مش عايز أوصل فرعين بس ببعض، أنا عايز أوصل خمس ست عشر فروع ببعض وده الحقيقة اللي بيحصل أكتر يعني غالبا ما بنجيبوش فرعين بس. لكن لو عايز فرعين أهو قال لي طريقة. طب افرض عايز خمس عشر فروع ببعض بتعمل إيه؟ قال لك بسيطة جدا بنوصلهم بخطوط بتوصل كله ببعضه؟ قال لك لا غالبا ده اللي بيحصل في مصر هنا ان بيبقى في فرع رئيسي فين؟ في القاهره مثلا والفروع الثانيه دي فين؟ في المدن الثانيه. من القاهره لفرع رئيسي وبعدين في بقى اسكندريه واسوان وطنطا والمنصوره القصه دي كلها موجوده. جميل جدا. يبقى تعمل ايه؟ بص الدايره اللي في النص دي تبقى هي دي الفرع الرئيسي ويطلع منها خط اللي هو بوينت تو بوينت برضه بس يوصل بده ويوصل بده وده وده. فالحته اللي في النص دي بتسميها هاب. هاب اصلا بالانجليزي معناها مكان مركزي. اوكي؟ معناها نقطة مركزية. فهاب ده هو النقطة المركزية وسبوك معناها فرع. معناها ايه؟ نقطة فرعية. فإذا ده اسمه هاب وده سبوك 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 سبوك. كل دول اسمهم الفروع بيتوصلوا لنقطة مركزية اللي هي اسمها ايه؟ الهاب. ودي أشهر واحدة في الويب. إن شاء الله لما نيجي نشرح الويب فينا وياما هتلاقي إن هي دي أشهر طريقة للتوصيل موجودة ايه؟ الهاب. تمام؟ نيجي بقى للمفترية اللي تحت دي ودي حاجة اسمها فول مش. مش معناها التوصيل مجموعه خطوط متوصله ببعض، ده معنى كلمه مش. فول مش معناها ايه؟ معناها رسمه غريبه. بص هنا 1 2 3 4 5 6 في ست نقط عايز توصلهم ببعض. تمام؟ هم نفس اللي فوق دول كانوا سته برضه على فكره. دول سته بص متوصلين ازاي؟ اخترت نقطه مركزيه وصلت الخمسه دي. المفتري ده بقى اللي اسمه فول مش بيوصل كل نقطه بكل النقط التانيه. مفيش نقطه مركزيه. مفيش نقطه مركزيه. كل واحده متوصله بالايه؟ بالباقيين كلهم. دي فول باش اسمها ايه؟ فول باش. فزي ما انتم شايفين النقطه دي طالع منها 1 2 3 4 5 النقطه دي وطالع منها خمس كابلات النقطه دي طالع خمس كابلات. دي طبعا حاجه معقده جدا ان هي تتعمل حاجه مكلفه جدا انها تتعمل. ما تنساش ان كل خط من دول فاكرين الخط اللي هو بيجي لك خط من شركه الواد صح؟ بيجي لك خط كده اللي هو كابل غريب بتوصل بيه الواد صح؟ فهنا في كام كابله وكام خط كده؟ خمسه. هنا في واحد عد بقى هنا تمام؟ هنا في 15 لو عديتهم هيطلعوا 15 كابل بيوصلوا لايه؟ السته دول ببعض. واضح؟ فطبعا دي تو ماتش بالنسبه لنا معظم الوقت تبقى ايه؟ ضخمه جدا يعني بهذا الشكل. طيب لما نيجي نتكلم بقى على الفيزيكال واللوجيكال يعني دول شفنا الثلاثه توبولوجيز. طب ايه الفرق بين كلمه فيزيكال وكلمه ايه؟ لوجيكال. يقول لك لو انا عندي هنا بنتكلم على فيزيكال واسمها بوينت تو بوينت من نقطه للنقطة قال لي الراوتر دوت قال لي الراوتر دوت بيقول لك فيزيكالي هما متوصلين ببعض بهذا الشكل. ليمتد تو تو نودز ما عنديش غير اثنين بس وفيزيكالي بيتوصلوا ببعض. سيبك من الموضوع اقصى من كده بكتير احنا قلناها بطريقه اقصى من كده. لو عندي جهاز كمبيوتر اللابتوب بتاعي ده دلوقتي وهنا انت معاك لابتوب صح؟ وجبت كابل ده مش ممكن اجيب كابل اوصله ببعض ولا لا؟ صح؟ كابل اسمه ايه فاكرينه؟ ما بين اثنين كمبيوتر يبقى اسمه ايه؟ كروس اوفر. كابل عشان خاطر ده بيبعت بنفس الدوائر بتاع دوت ما بياخدوش. هنعمل كابل كروس. فلو عملت كابل دلوقتي كروس ووصلته وبين الاثنين يبقى ده اسمه ايه؟ توبولوجي. التوبولوجي بتاعتي اسمها ايه؟ بوينت تو بوينت صح؟
نفس الفكره بالظبط. لو في الوين هنا بهذا الشكل اهو بتاع ثاني اهو لما معانا اهو كويس. الكاب ده فاكينه شغل عليه بتاع الوين. لو حطيت الطرف ده في راوتر والطرف ده في راوتر ثاني يبقى الكهرباء هتمشي ازاي؟ مش هتطلع بده وتمشي تروح لده؟ يبقى دي اسمها بوينت من نقطه الى نقطه ولا لا؟ من نقطه الى نقطه. هل في حته ثانيه ينفع تروح فيها؟ دي الفكره. يعني هل الكهرباء اللي هي حته ثانيه تروح فيها غير من ده؟ الكمبيوتر بتاعي لو وصلته الكابل للكمبيوتر بتاعك هل في اي حته كهرباء تروح فيها؟ تمام؟ مفيش. فعشان كده دي بنقول عليها الفيزيكال ايه؟ بوينت تو بوينت. مفيش اي اختيار بالنسبه لي غير النقطتين دول، وما ينفعش يبقى في ثلاثه، يعني ما ينفعش تقول لي بوينت تو بوينت ده اسمها ويبقى في ثلاثه او اربعه، هي اسمها من نقطه الى نقطه، يبقى هم كام؟ نقطتين. طيب تعال نشوف بقى اللوجيكال. يقول لك اللوجيكال بوينت تو بوينت انت شايفها كانها بوينت تو بوينت. وده اللي بيحصل في الحياه العمليه في الراوترز بجد. لو انا عندي راوتر هنا وراوتر في اسكندريه، راوتر هنا وراوتر في اسكندريه، الراوتر هنا طالع انا شايف ان عندي طالع قدامي ايه؟ كابل، صح؟ ولو رحت سافرت اسكندريه وبصيت على الراوتر لقيت طالع منه ايه؟ كابل. بس هل كان في كابل ماشي من غير وقت اسكندريه؟ هل يعني الشركه خد مني كابل ده وقعد حفرت لي في الارض مخصوص لغايه ما اسكندريه؟ لا طبعا. فبيقول لك الحقيقه انت شايف كده وشايف كده، شايف ان في كابل والفريم اهي شايف بتمشي ازاي وتمشي كده، بيقول عليها دي لوجيكال. لكن حقيقه في جوه ايه؟ جوه شبكه كبيره تروح من هنا لغايه سنترال مصر الجديده وبتسافر من سنترال مصر الجديده تروح لجهاز ثاني في سنترال رمسيس اللي بيسافر لطنطا اللي بيسافر لاسكندريه، فاهمين القصه دي؟ فانت دلوقتي لو بنتكلم بتتوصل عن طريق التليفونات اللي هي السنترالات اشهر حاجه في مصر، فهتمشي قصه كبيره جدا، هتمشي على اجهزه كتيره جدا موجوده في النص. اوكي؟ لكن احنا ما زلنا بنقول اللي هي لوجيكال احنا بنفكر فيها اللي هي كده اللي هي ايه؟ بوينت تو بوينت. تمام؟ اللي بيحصل في النص هنا وازاي الداتا بتاعتي هتطلع من هنا توصل هنا، انتوا فاهمين يعني بالظبط اللي بيحصل؟ انا ببعت هنا صفر، مش هي الداتا في الاخر شهر الكهرباء؟ فبتبعت حاجه ايه؟ صفر، وبعدين بعت ايه؟ واحد، وبعدين بعت صفر، بس صفر واحد صفر. الصفر واحد صفر دول لازم يوصلوا لك بالظبط كده، صفر يوصل اول حاجه بعتها صفر، يوصل لك اول حاجه ايه؟ صفر. تاني حاجه بعتها واحد، يوصل تاني حاجه لك واحد، تالت حاجه صفر، توصل صفر. فاهمين الفكره بسيطه ازاي؟ اللي بيحصل في النص هنا مالكش دعوه بيه ومالكش علاقه بيه خالص. اوكي؟ طبعا مالهاش علاقه بيه دلوقتي، يعني ما نشرح الواد ان شاء الله هتفهم بالظبط اللي بيحصل فيه. بس احنا دلوقتي بنتكلم على التوبولوجي نفسها، احنا بنقول في حاجه اسمها فيزيكال بوينت تو بوينت اللي هي بتتوصل حقيقه من نقطه لنقطه فيزيكال بكامل اشاره كهرباء، لكن الثانيه دي لوجيكال تعتبر منطقيه. اه هي بوينت تو بوينت، لكن في الحقيقه هي متوصله بشبكه ثانيه خالص. طيب ده كده كان الواد، يبقى شفنا في الواد في ثلاثه توبولوجيز نقارن بيهم ثاني بوينت تو بوينت. تمام؟ بصينا عليها بدقه شويه حكايه فيزيكال لوجيكال، ففي حاجه اسمها هاب اند سبوك نقطه مركزيه بتتوصل بفروع، واخر واحده اسمها فول ميشن هي كل النقط بنوصلها لبعضيها. صح؟ نيجي بقى للاي. اوكي. ايه اللاي بتاعتنا بتتوصل ازاي؟ التوبولوجي اللي تحت هنا ديت هي اول توبولوجي ظهرت عندنا اللي اسمها الباص اللي هي موجوده في السبوره كده. دي اسمها ايه يا جماعه؟ الباص. الباص او الاتوبيس اللي كانت بقولها كده زي ما شايفين خط، وعلى الناس كان في ناس قاعده على الفيديو على الشمال تمام، وده الخط اللي هو بيقوله، فعشان كده ايه اللي شافها شاف انها باص راح يسموها ايه؟ الباص. تمام. لما الدنيا اتطورت شويه التطور بقى التطور شويه بتاع ده. اوكي. فنغير بس هنا كده حاجه بسيطه. التطور اللي حصل بعد التوبولوجي ديت ان اخترعوا جهاز اسمه هاب، تيجي نفس الكلمه تاني بس المره دي ده جهاز بقى. اوكي. مش وصف النقطه المركزيه، هو نقطه مركزيه طبعا، لكن هو اسمه برضه كنت تروح تشتري جهاز كده اسمه ايه؟ هاب. ولو شفته في الحقيقه مش هتفرق ما بينه وبين السويتش. خليني اوريك صورته هنا كده سريعا، ما هو مش هيجيبه في المنهج قوي يعني، بس ايه نكتب هاب. اوكي. او طبعا شفته في الصوره بس هو ايه حامل هنا دلوقتي. بلاش يا عم. ما تشوف دوت انا وانت دوت من غير ما اقول لك الكلمه، مش هتقول لي ده سويتش ولا لا؟ هتقول لي سويتش صح؟ ما تعرفش وانا ما اعرفش اميز، انا كمان برضه عشان تقول لي هو سويتش لازم ابص عليه قوي واقلبه ورا وابص لو حد قرا عليها هتلاقي مكتوب عليه كلمه ايه؟ هاب. لو باين يعني لو حد قايلها مش باين، لكن هو بالظبط شكله من بره ما تعرفش فرق ما بينه وبين ايه؟ السويتش. في شويه فتحات موجوده هتوصل بيها كابلات، لكن في فرق رهيب في ازاي ده بيشتغل عندك. ايه الفرق دوت؟ الهاب في الحقيقه لما عملوه بهذا الشكل هو قال لك الفكره دلوقتي كلها اللي مضايقني في الشبكه دي لما كانوا عاملينها في الاول واللي خلاهم يطوروها ويعملوا ده، مش ده الخطوه التطور بتاعنا اللي حصل؟ طب ايه بقى دي ما كانت شغاله مثلا كويس؟ اه كانت شغاله كويس، بس كانت مشكلتنا في حاجه بسيطه جدا ان انا احط الاجهزه فين؟ فاهمين الفكره؟ كنت لازم ترص الاجهزه ورا بعض صف كده.
يعني المكان اللي بحط فيه جهاز نفسه ليه؟ مش الجهاز لازم يطلع منه كابل، الكابل لازم يتوصل بالكابل الرئيسي، فعشان كده كانوا بيسموها مصر. انت فعلا لازم توصل الاجهزه، يعني لازم ابد كابل كده من الاخر والجهاز يبقى على يمينه او على شماله، ما ينفعش حاجه ثانيه. فبين القصه يعني لو عايز احط اجهزه في الاوضه دي احطهم ازاي؟ ابد كابل هنا كده ورا مثلا ونص الاجهزه كده، او احط كابل هنا في النص يبقى فيها اجهزه على اليمين واجهزه على الشمال. طب لا افرض انا عايز احط في الاربعه كورنرز كل جهاز، يعني جهاز هنا وجهاز هنا وجهاز هنا وجهاز هنا، اربع اجهزه في الاربعه كورنرز. مكتب، تصور انا هاخد الاوضه دي، عارفين اللي هو المكتب اسمه كيوبيكل، لو بيبقى مكتب مفتوح يعني مش مكتب مقفول بباب، اه بيعمل لك مربع كده تشتغل فيه، وهنا مربع اشتغل فيه، وهنا مربع اشتغل فيه، اسمه كيوبيكل، اوكي؟ مكعب كده بشتغل فيه. طب عايز اعمل هنا كده مش عيب؟ يعني فكر فيها، انا عندي اربع اطراف بتوع الاوضه دول احط في كل واحد جهاز، ابد الكابل ده ازاي عشان يتوصل بيهم؟ صح؟ مش عيب. طيب امال ايه؟ قال لك بسيط خالص، اخترعنا الجهاز ده. الجهاز دوت كل فكرته انك تقدر تحط الاجهزه بتاعتك فين؟ في اي حته، وبعدين توصلها بنقطه مركزيه. تقول لي طيب ما هو زي السويتش؟ لا ليه؟ لان الهاب ده من جوه بيشتغل بنفس الطريقه دي. بنفس الطريقه دي، يعني عارفين هو عباره عن ايه من جوه؟ طبعا ده اختصار طفيف يعني، لكن هو عباره عن كده من جوه. وضع المزبكي عباره عن سلك كهرباء من جوه. عباره عن ايه؟ سلك كهرباء. تصور ذلك، اوكي؟ فالسلك ده بيبقى داخل هنا فيه رابط فيه وده رابط فيه وده رابط فيه وده رابط فيه. بهذا الشكل بس كده. طب معنى كده ايه؟ معنى كده لو خدت انا يعني في الهاب ده فكيته، فكيته كده، خدت السلك اللي جوه ده فكيته وفردته، هيطلع ايه؟ هيطلع ده بالظبط. فاهمين الفكره؟ يعني ده هو ده بالظبط في ازاي بيشتغل. بمعنى اخر لما الراجل ده يبعت داتا دلوقتي، لما كنت اوريها لكم شويه كانها سويتش، قلت لكم الراجل ده يبعت داتا رايحه على البي سي 3، مش كانت بتوصل كده البي سي 3؟ بس لا، ده لو سويتش، لو هاب هتمشي كده. الهاب ده جهاز بيشتغل كاشاره كهرباء زي مشترك بالظبط، وبالتالي بيبعت الاشاره كده زي ده بالظبط. تمام؟ زي ده بالظبط. طيب جميل جدا. يبقى فايدته بس بالنسبه لي ان حطيته هنا في مكان معين، ممكن احطه يعني ممكن احط الهاب هنا جنب مثلا الكمبيوتر هنا، وبند كابل كده وبند كابل يمشيه كده، يعني مفيش مشكله بقى بند الكابلات زي ما انت عايز، لان هنا هنشتغل بقى كابلات مش كواكسيال، مش كابلات تلفزيون، امال الكابلات دي كابلات ايه؟ هي دي بقى ساعتها اخترعنا كابل الايه؟ اليو تي بي. اخترعنا كابل اليو تي بي. واضح الفكره؟ فساعتها في كابل يو تي بي بيطلع من كل جهاز ويتوصلوا في الاخر للاستاذ اللي هو ايه؟ الهاب. فعشان كده بقول لك بص هنا التوبولوجي اللي فوق ديت الفيزيكال توبولوجي، يعني هم ازاي متوصلين؟ متوصلين باص. واللوجيكال توبولوجي يعني هم ازاي بيبعتوا داتا لبعض؟ بيبعتوها بعندهم باص. صح؟ يعني هم متوصلين كاوتوبيس حقيقة لو بصيت عليهم هتلاقيهم مترصصين كده، ولما بيبعتوا داتا بيبعتوا داتا بنفس الناس اللي انا راسمها دي كده. لكن تيجي للراجل دوت قال لك ده الفيزيكال توبولوجي بتاعته مش باص، هو ده كده متوصلين باص اتوبيس؟ لا، ادوها اسم تاني سموها ستار نجمه. انا دي ترسم نجمه برضه عباره عن نقطه مركزيه في النص والباقي كله ايه؟ متوصل بيها. طب بس حقيقة رغم ان هو شكله ستار لكن لوجيكالي هو شغال ايه؟ باص. هي دي الفكره. هو ده اللي عايزين نوصله، ان هو كده شكله ستار وجميل وحلو، بس هو حقيقه من جوه طلع شغال ايه؟ كده زي ما قلت لك، لو جبت الكابل وفردته هتلاقيه شغال زي كده هنا ايه؟ بالظبط. واضح كده؟ هو عشان كده بوصل الحته دي كلها، عشان حته ايه اللوجيكال توبولوجي وايه الايه؟ الفيزيكال توبولوجي. اوكي؟ انا ازاي متوصل ده الفيزيكال، انا ازاي شغال ده اللوجيكال. فرغم ان انا هنا متوصل بالمكان موجود في النص اللي هو الستار، لكن انا مش شغال بمعنى ستار اللي هو جهاز يكلم جهاز، لا، اي جهاز لازم هتوصل اشارته لكل الناس، لان حقيقة رغم ان شكلك يبان كده بس انت حقيقة من جوه شغال ايه؟ شغال كده. ها؟ واضحة كده؟ يبقى ده الشكل اللي هو الايه؟ الفيزيكال، اللوجيكال انت شغال ازاي من جوه اللي هو في المثال دوت هيبقى هنا. صح؟ طب لو جيت رسمت لك بقى ايه؟ اخر واحدة نرسمها هنا كده اهو. تمام؟ اللي هو سويتش بتوصل باربع اجهزه. يبقى هنا لو قلنا نفصله لوحده كده فوق، لو قلت لك الفيزيكال بتاعه بتوصل ازاي؟ رسمته شكلها ايه؟ رسمته شكلها ايه؟ زي ده. طب اللوجيكال بتاعه يعني هو شغال ازاي جوه؟ هتلاقيه برضه شغال ايه؟ ستار. فهمنا بقى الفرق بين السويتش وبين الهاب؟ اللي هو بتوصل كده فيزيكال فعلا في جهاز وطالع منه كابلات رايحه للاجهزه، لكن حقيقه لو الجهاز ده بعت داتا الراجل ده هيبعتها لمين؟ لده بس. يبقى هو جوه شغال كمان كانه ايه؟ ستار. ده الفرق ما بين ده وما بين ايه؟ ده. واضح الفكره؟
فدول التوبولوجيز بتاعتنا، يعني مفيش ايه حاجه ثانيه غيرهم مهمه. هتلاحظ الباص هنا والستار طبعا النقطه مركزها لي في النقطه، او هرسمها لك هنا نقطه، بس ده جهاز اللي هو بيوصل الاجهزه دي كلها ببعض اللي هو الهب او السويتش، ودي هي ستار برضه بس يقول لك اكستندد ستار، يعني لو وصلت هب بهب او سويتش بسويتش او بسويتش او ممكن توصل 3 4 5 عادي جدا، يبقى اسمها الاكستندد اي ستار. يبقى اذا دول المهمين اللي هو الباص والايه الستار. ايه بقى بتاع الغريبه دي؟ اسمها ايه زي ما انتم شايفين؟ رينج. رينج او حلقه او دايره، دي كانت بتستخدم فقط في الحاجه الغريبه اللي قلنا اللي هي اسمها التوكن. لما قلنا حته هننظم ازاي مع بعض احنا ازاي بنتكلم، قلنا ان في حد اخترع طريقه انك تتكلم وقت ما انت عايز ما دام الكابل فاضي، ودي الاي سبجكت ودي اللي هنركز عليه. وفي حد اخترع طريقه ثانيه بس يعني فشلت وما استمرتش، قال لك لا مش هنمشي كده، احنا عايزين ناس محترمين ونمشي بنظام، اللي معاه التوكن اللي معاه الحاجه هو اللي يقدر ايه يتكلم. ودي اخترعها اي بي ام على فكره، اخترعها مين؟ اي بي ام. عملت شبكه اسمها توكن رينج. توكن هي دي، ورينج عشان شكلها كده شايفين بتوصلها ازاي؟ بتوصلها فعلا كايه؟ كحل. هتشوفها لسه تاني بعد كده برسمه ايه افضل شويه يمكن من دي، تشوف بتشتغل ازاي بقى. تمام؟ بس دي كده الايه؟ التوبولوجيز بتاعتك. يبقى الهبال فيهم هو الباص والستار، تمام؟ هم دول الاثنين الايه؟ الاساسيين اللي انت محتاج تفهمهم. واضح كده يعني ايه باص ويعني ايه ستار؟ واضح الفرق بين الفيزيكال باص واللوجيكال باص، او الفيزيكال ستار واللوجيكال ستار؟ فيزيكال فكر فيها يعني شكلهم ازاي متوصلين، يعني اخش الاوضه دي الاقيهم متوصلين بشكل او بغير اسيبها. لو جبت طفل صغير كده قلت له ارسم لي حبيبي الاجهزه المتوصلين في الاوضه دي، هيرسمها لي بشكل معين، هو ما بيعرفش هم شغالين ازاي، فيرسمها كده مثلا، يعني ده اكتر مثال يوضح اللي هو الهب، يرسمها بهذا الشكل، صح هي يعني متوصله كده اللي هو اسمه ستار، يقول لي ده شبه النجمه كده زي ما بيعلمونا نرسم النجمه في المدرسه. لكن حقيقه لما انت تعرف تركز في دي وتقول هي شغاله لوجيكالي شغاله ازاي، منطقيا فعليا شغاله ازاي، تكتشف انها شغاله ازاي؟ شغاله كده. ها؟ واضح للجميع؟ فرق اساسي ما بين الطريقه القديمه للايثرنت او لان والطريقه الجديده، او ما بين الهاب وما بين السويتش، والفرق الرهيب اللي فرق كتير جدا في اداء النتورك بتاعتنا، اداء يعني فرق الاف المرات، مش فرق حاجه بسيطه، اللي هو حته هل احنا كلنا مشتركين في كابل ولا كل واحد عنده كابل؟ فرق رهيب. اوكي؟ فاذا لما كنا كلنا مشتركين في كابل كان ايه المشكله؟ كان جهاز واحد بس اللي بيبعت، جهاز واحد بس اللي بيبعت. ده له اسم علمي اسمه هاف دوبلكس. اسمه ايه؟ هاف دوبلكس. ايه هاف دوبلكس؟ يقول لحضرتك لو الجهاز دوت اللي هو سيرفر متوصل بمين؟ الاستاذ دوت اللي هو هاف. طبعا اكيد في اجهزه ثانيه بس هو يعني مركز لك هنا عامل زوم على هذا الموضوع وكده، يقول لك انا اقدر استقبل واقدر ابعت. جميل؟ طب معايا؟ لا مش في نفس الوقت. يا تكون بتستقبل في لحظه معينه، يا تكون بايه؟ بتبعت. ما ينفعش تعمل الاثنين. الله طب والدوائر بتاعتنا واحد واثنين سند وثلاثه وسته؟ لا يا بتبعت يا بتستقبل، مش الاثنين شغالين فين؟ في نفس الوقت. يا ده يا ده. ده لما كنا شغالين بنظام الهب او قبل كده لا سمح الله اقدم من كده اللي هو كابل الايك واكسل بتاع زمان. يا تبعت يا تستقبل. كنا بنسمي ده من نوع انواع الكوميونيكيشن اسمه هاف دوبلكس. طب مين اخوه بقى؟ اخوه التاني اسمه فول دوبلكس، مش هاف مش نص، فول دوبلكس. ايه الفول دوبلكس بتاعنا دوت؟ يعني اقدر اعمل كده. بص بقى الاسماء دي، سيرفر متوصل بمين؟ بسويتش. بيعمل ايه؟ في نفس الوقت بقدر اعمل سنت واقدر اعمل ايه؟ ريسيف. ده فرق كبير جدا جدا، ده بقول لك ما تصورش الفرق عامل قد ايه بهذا الشكل. اوكي؟ فلما تفكر فيها عمليا اقدر اديها لك بمثال بسيط، يعني لو هنا مثلا الهب دوت كانوا شغالين الاربع اجهزه دول متوصلين بهب، هنفترض ان احنا شغالين هنا الايثرنت القديمه اللي كانت سرعتها 10 ميجا. معناها ايه؟ معناها ان الجهاز ده يقدر يبعت بسرعه 10 ميجا، وده يقدر يستقبل بسرعه 10 ميجا، وده يقدر يبعت، صح ولا لا؟ بس زي ما قلنا هو جهاز واحد بس اللي شغال، يا بيبعت يا بايه؟ يا بيستقبل. طيب نتيجه لذلك تلاقي ايه؟ تلاقي حقيقة لما تقيس سرعة الشبكة ديت مش بتشتغل 10 ميجا. ليه؟ عشان الأربعة مشتركين في ال 10 ميجا. صح؟ الأربعة مشتركين في سرعة الإيه؟ ال 10 ميجا. فكر فيها بطريقة تانية خالص، حضرتك جايب كابل إنترنت وواحد ميجا وفي أربع أجهزة شغالين. مظبوط؟ هتلاقي إيه؟ هل كل واحد شغال بسرعة واحد ميجا من الأربع أجهزة؟ داخل على النت بسرعة واحد ميجا ويداونلود بسرعة واحد ميجا، ولا الأربعة بيتقسم عليهم ولا لأ؟ طب بيتقسم بعدد، يعني كل واحد واخد له ربع ميجا، ربع ميجا مثلا بالظبط،
ولا ايه؟ لا مفيش بقى. ما انت فاهمين يعني عمرك جربت قعدت في اي مكان فيه كذا طريق زي ما احنا مش ساعات انا تلاقي طريق عندي شغاله سريعه عادي مش مشكله، وساعات في وقت تاني تلاقي طريق ايه؟ يعني بطيئه شويه حسب الناس اللي موجودين معايا هنا في الشبكه. صح؟ فهي نفس الفكره يعني. فهنا في الحقيقه لما كنت تقيس الشبكه دي في الاخر وتلاقي كل جهاز مثلا يعني تقعد تخليه شغال طول اليوم وتقيس في اخر اليوم. تقدر تقيس بسهوله ازاي؟ تشوف الكمبيوتر دوت بعد داتا قد ايه قد ايه؟ فاكرين مشاوراتكم في الويندوز في طريقه ان هو بيقيس لك السرعه بتاعتك. تقدر تقيس وتطلع ايه الافرج او المتوسط، تلاقي المتوسط مثلا بتاع كل جهاز هنا في الشبكه دي 2 ميجا تمام 3 ميجا اوكي جزء صغير من الايه من الاربعه حلو. طب دي نفس الشبكه دي لو وصلناها كده برضه بسرعه قديمه يعني السرعه اللي هي 10 ميجا بس وصلناها بايه؟ بسويتش في النص. ايه اللي بيحصل؟ الراجل ده عنده كابل لوحده 10 ميجا يكلم بيه السويتش بس كده؟ لا ده بيبعت بسرعه 10 ميجا وبيستقبل بسرعه 10 ميجا. يعني في ناس تقول لك ده انت كده شغال بسرعه 20 يعني لو عايز تفكر فيها كده بس هو منطقي فكر فيها ازاي؟ شارع شارع تمشي فيه عربيات اتجاه واحد شارع اتجاه واحد طريق كده ده اسمه الهاف دوبلكس. اما شارع اثنين اتجاه في طريق رايح وجاي زي ما احنا بنقول شارع مره هنا ابو بكر الصديق ولا عثمان بن عفان ولا اي واحد من الشوارع اللي حوالينا هنا الرئيسيه كبيره دايما هتلاقي فيها ايه؟ اتجاهين وده اللي اسمه الفول دوبلكس تمام؟ ده بيبقى افضل بكتير من ده. لو تبعت وتستقبل في نفس الوقت وهنا كل واحد له ايه الكابل المخصوص بتاعه فتقيس في اخر النهار تلاقي السرعه بتاعتك بتوصل 10 ميجا تمام؟ جيد يعني قلنا دي سرعه نظريه ممكن اقل منها بحاجه بسيطه 9 ميجا 9 ونص لكن بت ايه بتاخد السرعه بتاعتك بجد. واضح؟ يبقى اذا ده تعريفين مهمين جدا جدا وهيتكرروا كتير قوي قوي عبر المنهج معانا كلمه هاف دوبلكس وكلمه ايه؟ فول دوبلكس واضحين للناس؟ هاف دوبلكس يا تبعت يا تستقبل فول دوبلكس بتبعت وبتستقبل في نفس الوقت. نفس الكابل هو مش كده؟ كابل واحد ماشي. هو بيفرش بين الاثنين. بص اللي فرقت في الرسمه دي الرسمه دي ايه؟ جهاز جهاز السيرفر ده هو هو الكابل هو هو لكن الجهاز ده هاب اما الجهاز ده السيرفر هو هو الكابل هو هو الجهاز هو ايه؟ سويتش. واضح؟ طب هو حل مشكله الكوليجن اللي بتحصل هنا في الهابس ده لسه عمال في مشكله احنا دلوقتي عملنا طريقه استخدمنا دي الطريقه بتاعت الريسانيت وهو جات لي الجريمه الجريمه بتاعت الريسانيت اللي هي بتقول كل واحد من حقه يبعت زي ما هو عايز فيعني نزوم ان هنا كده شويه ادي الاجهزه متوصلين بايه زي ما انتم شايفين بهاب هو هو احنا اكتشفنا ان الهاب ده كانه كابل موصلهم كلهم ما تفرقش خالص عن رسمه الكابل فبيقول لك ايه اي تراي تو سند وان ام ريدي اي تراي تو سند وان ام ريدي اي تراي تو سند وان ام ريدي ده الفلوسفي دي الفلسفه بتاعتنا اللي هم الاختراع اللي اخترعوه قال لك في كذا جهاز متوصلين نفس الكابل كل واحد هيحاول يبعت لما يبقى جاهز انا جهاز عندي فريم عايز ابعتها بحاول ابعتها تمام لكن بتحاول الفكره في كلمه ايه؟ بتحاول مش اكيد هتبعتها لما بتشتغل بسويتش بتبعتها عندك داتا جاهزه بتبعتها مالكش دعوه لكن لما بتشتغل بهاب او بطريقه قديمه يقول لك لا مش بيحصل كده طب ما ايه اللي بيحصل؟ اولا الطريقه ديت ليها اسم اسمها كونتنشن بيزد اكسس هي موجوده هنا برضه ايه؟ على اليمين ايه كونتنشن بيزد؟ كونتنشن معناها خناقه يعني احنا كلنا ايه زي جاب كلمه كونتست اللي هي مسابقه في مسابقه احنا كلنا فين في مسابقه اللي يسبق هو اللي ايه اللي هيلحق او هو اللي هيعرف فهنا اللي يجهز لو انا كلنا بنجهز داتا في نفس الوقت اللي هيجهز الاول هيبعت الاول فكر فيها لان انا بجهز داتا بجهزها زي ما اقطعها وبحط هنا مش عارف بس ده مش بياخد خطوات وبعد ايه في نفس الوقت جهاز تاني بيجهز داتا بس لو انا خلصت الاول هبعت الاول انا جاي الكابل فاضي محدش بيبعت عليه او جاي بعت الراجل التاني يبقى عليا بثانية نص ثانية كمان يبقى جاي كان مخلص يحاول يبعت مش هيعرف لان هيلاقي كابل ايه؟ مشغول مش في كهرباء ماشي عليه هيلاقي كابل ايه؟ مشغول فالكونتنشن بيزد اكسس دي الطريقة المشهورة اللي اشتغلت بيها الايثرنت لفترة طويلة جدا لما كنا شغالين بكابل اللي هو الكوأكسل ولما اشتغلنا بعد كده بايه؟ بالهاب والطريقة دي بتشتغل بحاجة بتكنولوجيا عشان خاطر يحل المشكلة اللي هتحصل خلينا نقول الاول ايه المشكله اللي هتحصل او نقول الحل بتاعها ايه المشكله اللي هتحصل هنتصور في المثال دوت اوكي ان الاستاذ بي سي 3 هو اللي كان بيبعت داتا مثلا وفي نفس الوقت في ماركر اوكي بي سي 3 لما يجي يبعت داتا يبعت داتا ازاي؟ ان هو هيبص الاول على الكابل هيلاقيه فاضي زي ما قلت لكم تصرف في نفس الوقت ان الاستاذ الذكي دوت بي سي 1 برضه بص على الكابل لقاه فاضي فابتدى يبعت. واضح؟ بفرق ما بينهم مفيش، فاذا الاثنين بعتوا في نفس الوقت، اللي هيحصل طبعا لو فكرت فيها اشاره الكهرباء ده بتاعته هتمشي كده تمام، والراجل الثاني دوت اشاره الكهرباء بتاعته
هتمشي كده، لكن في الحقيقه اللي هيحصل بيحصل حاجه كده في النص لما الشرطين دول يبقوا موجودين في نفس الوقت، لا دي ليها معنى ولا دي ليها معنى، فبنسميها ليها اسم مخصوص اسمه كوليجن. اسمها ايه؟ كوليجن، يعني تصادم. يعني ايه تصادم؟ ده طريق اتجاه واحد ينفع فيه عربيه تيجي كده عربيه تيجي كده، هو ده اللي حاصل هنا. امين، ده بعد وده بعد، فالاشاره كده. هيحصل ايه؟ كوليجن. ما ينفعش الطرفين دول يبعتوا او يبقوا ماشيين في نفس الخط. فالكوليجن ده هو المشكله بتاعتنا، لان الكوليجن ده دلوقتي معناه ان لا ده بعت ولا ده بعت. في حد وصل كده الداتا بتاعته، يعني ده كان بيبعت وده بعت في نفس الوقت، لا ده وصل الداتا بتاعته وصلت ولا ده وصل. مفيش حاجه كده وصلت لحد، باظت الاشاره. طب وبعدين؟ قال لك والله لازم كان له حل، ففكر فيه. يحاول يبعته تاني، وهو خبطه. فكده فشل. اللي فشل يعمل ايه؟ يحاول يبعت تاني. بس تصادف حظه، ما هو انت فشلت في نفس الوقت، فتحاول تاني في نفس الوقت، فلو حاول تاني في نفس الوقت يعملوا ايه؟ هيخبطوا بعض تاني. يحاول تاني يتخبطوا بعض تاني. بكل ده احنا بنتكلم في جهازين بس، احنا مش عاملين حساب الايه؟ الاجهزه الثانيه اللي ممكن يكونوا بدل اربعه في الرسمه دي يكونوا 10. صح؟ فمشكله. فراحوا فكروا في طريقه لهذا لحل هذا الموضوع. نكتب بقى ايه هي الطريقه ديت. اوكي، الطريقه اسمها سيزما سلاش سي دي، بيختصر الكلام طبعا هي يعني كلمه سيزما دي ما هياش كلمه، سي اس ام اي سلاش سي دي، واختصار دي بنقسمها كده ايه ثلاث اجزاء. اوريدي عارف اول اربع حروف دول، هي الكلمه الجديده اللي هنضيفها. سيزما او سي اس ام اي اختصار لايه؟ سي اس اختصار لكارير سنس. كارير يعني حامل، سنس يعني بتجس او بتحس. يعني لما يجي الجهاز يبعت لازم يجس الاول ويشوف الكابل دوت عليه كهرباء ولا لا، مش ده اوريدي؟ ما ينفعش ابعت الا لما اشوف لو الحلقه فاضي. هو ده. ما ينفعش حاجه خالص. بس اللي بيحصل ان عندي ام اي يعني مالتيبل اكسس، ان في كذا جهاز متوصلين فين؟ في نفس الوقت. فدوت معناه ممكن ما يبقاش مشكله مع السماعات، الداتا بتاعتي زي ما بقول هتوصل لكل الناس، مش ده معناه الداتا بتاعتي مش هتوصل لجهاز واحد انا عايز اوصلها، هتوصل للجميع. لكن في نفس الوقت معناه ان ساعات يحصل ايه؟ لجهازين يعملوا نفس الخطوه، احترم نفسهم وعملوا نفس الخطوه، بصوا الاول لو الكابل فاضي فابتدوا يبعتوا، بس للاسف في نفس الوقت. هي دي بقى الحاجه الجديده وهي دي الحاجه الاساسيه اللي هي بتحاول تحل المشكله، وبتحاول مش بتحلها بس بتحاول تقللها، اسمها كوليجن ديتكشن او سي دي. كوليجن يعني تصادم، ديتكشن يعني اكتشاف. ايه اللي بيحصل هنا؟ قال لك في عندي حاجتين عايز احلهم. اول حاجه زي ما انتم شفتوا ان الجهازين دول بعد ما خبطوا في بعض هيحاولوا يبعتوا تاني فيخبطوا في بعض تاني. صح؟ فدي اول حاجه، مش هخليهم يبعتوا تاني على طول. تاني حاجة الجهازين دول خبطوا في بعض، طب بي سي 2 وبي سي 4 ما يعرفوش أصلا إن حصل كوليجن. مش دول بره الموضوع؟ حد فيهم بعت حاجة؟ ما يعرفش إنه حصل كوليجن، فلو دخل في الموضوع هيسوء الموضوع أكتر. لو دخل في الموضوع هيسوء إيه؟ الموضوع أكتر. فأنا عايز أعمل خطوتين. إيه الخطوتين دول؟ أولا هيعملوا الخطوة الأولى إن الجهازين اللي خبطوا هم دول اللي حسوا حصل في كوليجن، صح؟ فهيبعتوا إشارة مخصوصة لما توصل لكل الأجهزة تعرف إن في كوليجن. يبعتوا اشاره سبيشال، مش داتا يعني مش فريم، لا اشاره صغيره كده، عارفين حاجه زي لمبه بتنور كده، اشاره كهرباء بسيطه خالص. لما توصل الاشاره دي لاثنين ولا اربعه اللي هم ما يعرفوش ان حاجه حصلت، ده انتوا عملتوا خبطتوا في بعض، يعرفوا ان احنا ايه؟ خبطنا في بعض. فهمت الفكره؟ يبقى تبعت الايه؟ الاشاره الكهرباء ديت، وده الديتكشن، اكتشاف الكوليجن. ازاي اكتشفت الكوليجن؟ ان جات لك ايه؟ هذه الاشاره. بس كده؟ لا، كل الاجهزه اللي موجوده هنا بقى سواء اللي شاركوا في الموضوع ولا الايه اللي عرفوا بسبب ان جات لهم اشاره لازم يعملوا ايه؟ قال لك كل واحد فيهم هيختار رقم عشوائي من الوقت. رقم عشوائي مثلا هنقول ان الاربعه عرفوا دلوقتي ان حصل ايه الكوليجن، فبي سي واحد ده مثلا هيختار مثلا ايه؟ نص ثانيه، بي سي اثنين ده هيختار ثانيه ونص، بي سي ثلاثه ده هيختار مثلا 8 من 10 في الثانية، والراجل ده مثلا هيختار ثانيتين وثلاثة من 10. طبعا أرقام عشوائية خالص أنا جبتها من دماغي، يعني إيه؟ ده 1.5، ده نص، ده 8 من 10، وده إيه؟ 2 وثلاثة من 10. بعد ما اخترت الرقم ده هتعمل إيه؟ ده الرقم عدد الثواني اللي هنتظرها قبل ما أحاول أبعت تاني.
مش كان مشكلتنا ان احنا بنخبط بنحاول نبعت تاني بنخبط تاني؟ لا، دلوقتي كل واحد فيه هو هيعمل معادله رياضيه تخليه يختار رقم عشوائي. طبعا لما تختار رقم عشوائي يبقى غالبا عارفين يعني ايه عشوائي؟ مش يعني لو انا قلت لكم انتوا مين اختار رقم عشوائي؟ بيختاروا رقم من 1 ل 1000. نسبه ان اثنين منكم في الاوضه دي يختاروا نفس الرقم نادره جدا. صح؟ فهي نفس الفكره. لما ده اختار رقم عشوائي ده عشوائي فعلا زي ما انت شفت اهو، ايه اللي حصل؟ اختاروا الاربعه مثلا ايه ارقام بعيده خالص عن بعض. فمين كده اول واحد هيبعت؟ الرسمه دي بي سي 1. بي سي 1 لانه هينتظر اقل وقت، الرقم بتاعه طلع كام؟ نص. طب هيعمل ايه بعد النص؟ يبعت على طول؟ لا، يرجع تاني لاول خطوه. هيشوف الكم فاضل ولا لا؟ احنا برضه مش تمام؟ احنا عايزين نقلل اللي احنا بنضغط بعض، فالكم ده طبعا كده المفروض هيبقى كم فاضي، ليه؟ لان ده لسه مستني وده لسه مستني وده لسه مستني، صح ولا لا؟ فاذا هيقدر يبعت براحته ومش هيخبط في حد. طب هل انا كده لغيت ان هم يخبطوا في بعض؟ لا خالص. ما هو اصلا كل ده حصل ان هم خبطوا في بعض، انا بس عرفتهم ان هم خبطوا وقللت، بدل مثلا لو كانت الخطوه الاخيره دي مش موجوده وما عملناش الحته ديت، كان ممكن مثلا يحصل في الدقيقه الواحده مثلا 1000 كوليجن يخبطوا في بعض 1000 مره. لا دلوقتي كده في الدقيقه الواحده يحصل مثلا 50 كوليجن، فاهمين الفكره؟ بدل ما يخبطوا في بعض كتير يخبطوا في بعض بس برقم ايه اقل شويه. اوكي؟ فاذا ده هينتظر شويه ويحاول يبعت وعمال يبعت يبعت، في وقت وهو لسه عمال يبعت ده هيكون الوقت بتاعه خلص. صح؟ بس التاني لسه بيبعت. هيعمل ايه؟ هيحس الكاب يشوفه هيلاقيه مشغول ولا لا؟ هيلاقيه مشغول، طب يعمل ايه؟ لازم يستنى، يستنى قد ايه؟ ياخد الوقت بتاعه ده يضربه في اثنين. ياخد الوقت بتاعه يضربه فين؟ في اثنين. الوقت اللي هو كان مختاره عشوائي، يضربه فين؟ في اثنين، ويستنى مره ثانيه وهكذا. اوكي؟ فاذا في شبكه زي دي كده اللي هي كانت متوصله بكابل او زي في الصوره هنا متوصله بهب، زي ما قلنا هما الاثنين بيشتغلوا بنفس الطريقه بالظبط. كنا لازم نخترع طريقه عشان نقلل من الحوادث اللي بتحصل هي بتاعه الكوليجن مش نلغيها، والطريقه دي طلع اسمها ايه؟ سيزما سلاش سي دي كارير سيت مالتيبل اكسس كوليجن ديتكشن. بشوف الكابل الاول عليه اشاره ولا لا، كذا واحد يشوف الكابل في نفس الوقت فيبعت في نفس الوقت، مفيش مشكله خالص هيحصل كوليجن. انا محتاج اعرف كل الناس ان حصل كوليجن، وكل واحد من الناس ديت سواء اللي خبطوا او اللي عرفوا لازم يعمل ايه؟ لازم يستنى شويه، اهدى كده بالراحه، ريلاكس، ما تحاولش تبعت تاني على طول عشان ايه؟ ما تخبطش تاني على طول. ازاي؟ بيختار كل واحد فيهم رقم عشوائي. تمام؟ بيعملوا حاجه اسمها باك اوف الجوريزم الحقيقه. الاسم الرسمي للمعادله بيعملوا معادله رياضيه اسمها باك اوف الجوريزم او اللي هي معادله الانتظار. استنى شويه، اهدى شويه وكل واحد بيطلع له ايه؟ رقم عشوائي. ده بيقلل من نسبه ان هم يخبطوا في بعض تاني. واضح الفكره دي؟ اوكي؟ يبقى دي الطريقه اللي بتشتغل بيها ايه؟ الاي سبنت عندنا. الطريقه الثانيه زي ما قلت لكم، بص عليها نظره سريعه انها مش مهمه بالنسبه لي قوي دلوقتي، وهي التوكن رينج. التوكن رينج بتقول كل واحد له دور، مثلا ده بيقول لك مش دوري، نوت ماي تيرن يت، نوت ماي تيرن يت، ده اللي عنده الدور دلوقتي. اللي عليه الدور اللي هو اللي معاه الايه؟ التوكن، وهو ده بس اللي ايه؟ اللي مسموح له ان هو يبعت. الباقيين لازم يستنوا لما يجي عليهم الدور. الدور كان بيمشي ازاي؟ عكس عقارب الساعه. يعني ده اللي عليه الدور دلوقتي يبقى ده اللي بعديه، وبعدين ده اللي بعديه، وبعدين ده اللي بعديه، وبعدين ده اللي بعديه، وهكذا. بتقعد الفكره انت كل ما يجي عليك الدور مسموح لك تبعت فريم واحد. اوكي؟ فطبعا ممكن تفكر الطريقه دي عاديه، بس في حاجه كان بيحصل في النهايه غالبا ان الاول عنده فريم يبعتها، والفريم دي حجمها كبير. فياخد وقت. والراجل ده منتظر ما يقدرش يبعت لغايه ما ده يخلص. صح؟ فلو ده عنده فريم صغيره جدا، يعني تصور ده عنده فريم 1000 بايت مثلا، وده عنده فريم 100 بايت. عشر، عشر ده. بس لازم استناك، لازم ايه؟ استناك لما تخلص. وبعدين يجي الدور عليا وبعدين ابعت. فاهمين القصه؟ لكن بالطريقه الثانيه ديت لما تجربها فعليا بقى وشوفها ان هم بيخبطوا في بعض، بس الطريقه اللي هم عملوها ديت لو في الاخر الثرو بوت، فاكرين الثرو بوت اللي هو الاكشوال سرعه اللي انا ببعت بيها، المتوسط اللي انا ببعت بيه اللي بنقيسه هنا في برنامج في ويندوز، لو ايه افضل بالنسبه لنا. وهي دي الطريقه اللي استمرت. طبعا يعني كان في مشاكل ثانيه وحاجات ثانيه، الطريقه دي كانت بتتعمل ساعات بنحاس وساعات بفايبر، الطريقه كانت تبع اي بي ام، الطريقه الثانيه ديت اللي هي ايسرنت مش تبع اي بي ام، يعني مش تبع شركه اصلا. تمام؟ فاكرين حته الاوبن، الحاجه المفتوحه والحاجه المقفوله، حاجه ملك الشركه وحاجه ايه مش ملك لحد، متاحه من ايه؟ للجميع. دايما دي بتفرق معانا جدا في ايه اللي بيستخدم في الاخر. واضح الكلام؟